مساء الخير الجميع. السلام عليكم، ازيك يا دكتور عليكم عمار؟ السلام، يا هلا. أهلا بيك. ازيك يا دكتور عمار، السلام عامل ايه؟ عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. اتفضل يا مرحبا حسن. بك. مساء النور بروفيسور عمار. يا هلا فيك، هلا، اهلا وسهلا. الان اعتقد دكتور دكتور هشام. هشام موجود معنا الان. دكتور هشام، دكتور نعم محمد حاج. نعم نعم أهلا أستاذنا الغالي دكتور هشام، كيف الحال؟ نبدأ باسمك. الصوت دكتور، you are co-host. بس اكبس على المايك. سامعني؟ نعم، بوضوح. نعم الآن أسمعك بوضوح يا دكتور. تفضل دكتور. تفضل عصام. تذكرت انت كبست مرتين دكتور. دكتور هشام كيف هلا؟ ممتاز، هيك ممتاز. يا مرحبا. أيوه، يا مرحبا بك، يا مرحبا. يا أهلا وسهلا أهلا، فيك. كيف الحال؟ السلام عليكم. أهلا مع يا حضرتك أهلا فيكم. دكتور هشام. يا مرحبا. نبدأ اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد متجدد ونقاشات حول الفيزياء الحديثة والمعاصرة مع كوكبة ونخبة من عمالقة الفيزياء النظرية في العالم العربي. وده اللقاء الثاني لينا، بنتكلم عن محور ميكانيكا الكم. النهارده هنتكلم عن مبدأ هايزنبرج أو مبدأ اليقينية أو مبدأ عدم التأكد لهايزنبرغ. ويشرفنا أن يكون معنا في هذا الميتنج دكتور عمار سكجي، ومعنا دكتور هشام غصيب، ومن المفترض كان الدكتور معتز إمام يكون معنا، لكن هو اعتذر في اللحظات الأخيرة لانشغاله بمحاضرات، لأن هو طبعا في أمريكا والنهاردة الجمعة ما عندهمش إجازة. فاحنا بنعتذر كمجموعه المحاضرين لهذا الميتنج بنيابه عن الدكتور عمار. ممكن مستر حسين. مستر حسين، ايوه، السلام طبعا عليكم. بنرحب نرحب عليكم بالضيوف، السلام ورحمه الله وبركاته. نرحب بالساده الضيوف وبالدكتور هشام خاصه والدكتور عمار. الله يخليك. اهلا وسهلا. طبعا الدكتور هشام عالم جليل في الفيزياء النظريه، وهو صاحب موسوعه تاريخ العلم، وقدم لنا بعض الوثائقيات الهامه جدا مثل صوره الكون والاسس الفكريه للنسبيه العامه ومضمون الفكري لنظريه الكم. وهو صاحب بحوث موسوعيه وعالميه، وهو معروف جدا. دكتور هشام، نرحب بك يا دكتور هشام. شكرا دكتور، هذا من لطفك. لا، ده انا مستر مش دكتور. حضرتك دكتور وانت استاذنا ومنورنا النهارده يا دكتور هشام. الله يخليك، انا شرف الي والله. الله يخليك. ومعنا برضه ايضا دكتور عمار ساكيجي، هذا برضه عالم كبير، وهو محكم في مجلات العلميه الكبرى، وله فضل يعني في العلم يعني، وهو دكتور كبير ايضا مثل دكتور هشام غصيب. تفضل دكتور عمار. مساء الخير. احنا حقيقه بنرحب في الجميع، وفي هذه الامسيه انا حقيقه تواصلت صباحا مع الدكتور معتز في امريكا، وهو ما زال الان عنده محاضرات، فوعدني سوف يلحق بنا بعد ما ينهي محاضرات، تعرف فارق التوقيت. الآن إحنا حقيقة بنبدأ هذه الأمسية والحوارية مع أستاذنا الأستاذ الدكتور هشام غصيب، الرئيس المؤسس لجامعة الأميرة سمية ومدير الجامعة الأسبق، وهو الآن موجود في الجامعة ومازال على رأس عمله. دكتور هشام تفضل، المايك معك، تفضل. شكرا دكتور عمار، شكرا على هذه الدعوة، وشرف كبير لي أن أشارك مع هذه الكوكبة من العلماء الأجلاء. طبعا يعني انا ساتكلم عن
نظرية الكوانتوم أو ميكانيكا الكوانتوم، وطبعا بالعلاقة بشكل خاص مع مبدأ هايزنبرغ لليقين. يعني في الواقع عندما نأتي إلى هذه النظرية، نظرية الكوانتوم أو ميكانيكا الكوانتوم، أنا هيك معلش اسمحوا لي أسميها هكذا، لا أريد أن أسميها ميكانيكا الكم لأنه كلمة الكم مبهمة. أما الكوانتوم طبعا أنتم بوصفكم فيزيائيين ضليعين بالفيزياء طبعا تدركون رأسا ماذا أعني. نظرية الكوانتوم غريبة في الواقع، وما زالت غريبة، يعني بعد حوالي 100 عام، 100 عام كاملة من الاشتغال بالكوانتوم ثيري، كوانتوم ميكانيكس، ومع ذلك ما زالت تثير الحيرة لدينا نحن الفيزيائيين النظريين والفيزيائيين بعامة. يعني في الواقع غريبة هذه النظرية. حتى نيلز بور كان، وهو أحد يعني يمكن أن نسميه فيلسوف الكوانتوم ميكانيكس، فيلسوف الكوانتوم ميكانيكس، حتى نيلز بور كان ظل محتارا. مرة في الواقع ألقى محاضرة عن نظريته وعن الكوانتوم ميكانيكس أمام عدد من الفلاسفة الوضعيين البوزيتيفيست، هم أخذوا يهزون رؤوسهم يعني بأنه يعني تفهموا كل فكرة طرحها وتجاوبوا معه تماما وهزوا رؤوسهم بالإيجاب أنه يعني فهمانين عليه تماما. هو خرج يعني منزعجا، فقال أنه يعني أي شخص لا يصدم عندما يسمع بهذه النظرية ولا تصيبه بالحيرة معناه أنه لم يفهم شيئا. يعني انتقد أولئك الفلاسفة الوضعيين وقال أنه أنا يعني عندما رأيتهم يهزون رؤوسهم يعني موافقين على كل كلمة قلتها ولم يحتاروا، أدركت أنهم لم يفهموا شيئا، لأن الأصل أن يصدم المرء عندما يسمع هذه. أيضا كلكم طبعا تعلمون أن ريتشارد فاينمان قال ذات يوم إنه الشيء الذي أستطيع أن أقوله بأريحية هو أن لا أحد يفهم كوانتوم ميكانيكس. طبعا هذه تأتي من ريتشارد فاينمان، يعني شيء كبير. هو في الواقع لا، جانب من كوانتوم ميكانيكس مفهوم، الرياضيات مفهومة، وما يحيط بالرياضيات الهالة الأولى، خلينا نحكي الشريحة الأولى التي تحيط بهذه الرياضيات، أنا بعتقد أنها مفهومة، ولكن الشرائح العليا، المعاني العليا للكوانتوم ميكانيكس ما زالت تثير الحيرة ولم يحسم الأمر فيها كما تعلمون. الآن هذه النظرية في الواقع يعني الغريبة جدا، من أين جاءت؟ يعني نريد أن نفهم من أين جاءت حتى كوانتوم ميكانيكس، لأن مبدأ هايزنبرغ يمثل روحها لكوانتوم ميكانيكس. من أين جاءت هذه النظرية، هذه الميكانيكا؟ يعني بحالة النظرية النسبية نحن ندرك أن النظرية النسبية الخاصة نبعت من تناقضات الكلاسيكال ميكانيكس، أو بالأحرى كلاسيكال فيزيكس، من الفيزياء الكلاسيكية، ونبعت أيضا حتى النظرية النسبية العامة من هذه التناقضات. ولكن بحالة نظرية الكوانتوم لا، هي كان ليس نبعت من التناقض ما بين البنى الميكروسكوبية والنظرية الكلاسيكية. يعني النظرية الكلاسيكية ما كانت قادرة على معالجة هذه البنى المجهرية، البنى المجهرية ناقضت تماما الكلاسيكال ميكانيكس. الذي حصل أنه في نهاية القرن 19 كان هناك شعور أن الميكانيكا الكلاسيكية قد اكتملت تقريبا، ظل بعض الإشكالات، من المشكلات أنه هل هناك ذرات أم لا. طبعا كانت هناك مدرسة تقول لا، ليس هناك أي دليل على وجود ذرات، وكان في مقدمة أولئك ماكس، كان في مقدمة أولئك ماخ الفيلسوف والفيزيائي النمساوي المعروف أرنست ماخ، قال لا ما في ذرة. في المقابل لودفيك بولتسمان النمساوي أيضا تصدى لهذه وقال لا، لا نستطيع أن نفسر الثيرموديناميكا
من دون اللجوء إلى النظرية الذرية. يعني نحتاج إلى تطبيق الأساليب الإحصائية على الذرات لكي نفهم هذه القوانين. طبعا عارضه بشدة ماخ، ولكن سرعان ما حسمت في مطلع القرن العشرين هذه المسألة عبر عمل أينشتاين وعمل آخرين أيضا، أدركوا أن هناك ذرات، يعني بما لا يدع مجال للشك. الآن الظاهرة الأخرى التي كانت بحاجة إلى تفسير، ظاهرة انبعاث الإشعاعات الكهرومغناطيسية من قلب المادة. طبعا هذا دل على أن هناك، يعني لأنه كان في بنية لهذه الإشعاعات لهذه الأطياف، معناه هذه البنية عكست بنية داخلية في المادة، بنية مايكروسكوبية مجهرية في المادة. ولذلك يعني كانت الفكرة أنه فلنبحث عن هذه البنية المجهرية لكي نستطيع أن نفسر هذه الظاهرة، يعني هذه الإشعاعات. فبدأ العمل في نهاية القرن التاسع عشر في دراسة إشعاع الجسم الأسود Back Body Radiation، وبالذات ماكس بلانك العالم الألماني الذي كان عالماً مخضرماً يعني في ذلك الوقت، وكان خبيراً في الفيزياء الكلاسيكية وبالذات في الثيرموديناميكا، بدأ العمل عام 1894، بدأ العمل على طبعاً البعد النظري لهذه المشكلة، مشكلة إشعاع الجسم الأسود Black Body Radiation Cavity Radiation. الآن ماكس بلانك من حسن حظه أنه كان يشتغل، يعني كان قريب منه في برلين، كان يعمل في برلين في جامعة برلين، وكان تقريباً يعني مش بعيد عنه المختبر الذي كان العلماء الألمان يجرون فيه التجارب على البلاك بادي راديشن. فكان هناك تفاعل مباشر بين الطرفين، لأن ماكس بلانك في بادئ الأمر طبق الثيرموديناميكا وكان خبيرا فيها، فوجد عندما طبق الثيرموديناميكا خمن العلاقة ما بين كثافة طاقة إشعاع الجسم الأسود وتردد الفريكونسي البل شيبت كيرف، هذا هو وجده في الواقع بالتخمين، ولكن أثبت فاعليته في الانسجام مع القياسات التي كانت تتوالى من المختبر القريب من مكتبه. يعني بعبارة أخرى توصل هو بالتخمين وباستعمال حدسه في الثيرموديناميكا، توصل إلى هذا المنحنى الدقيق. ولكنه لم يكتفي بذلك، قال يعني هذا المنحنى نريد أن نفسره، حاول أن يفسره باستعمال الثيرموديناميكا والإلكتروماغنتزم، ولكنه أخفق في ذلك، فلجأ إلى الستاتيستيكال ميكانيكس، إلى الميكانيكا الإحصائية، لأن الميكانيكا الإحصائية كان يكرهها، كان ينقطها، يعني كان يعارض بولتزمان وكان أقرب إلى ماخ، ولكنه اضطر إليها اضطرارا فاستعملها. ولكن أيضا تفاجأ أنه عندما قادته إلى الكيرف، ولكن بافتراض أن الأشعة تمتص وتنبعث كميا، يعني بعبارة أخرى قال أن عملية الامتصاص وعملية البث تتم بكمات كوانتا، وبحيث أنه طاقة الكوانتوم تتناسب تناسبا طرديا مع الفريكونسي مع التعدد. طبعا هاي يعني فكرة كانت غريبة جدا، ولكنه اضطر إلى التوصل إليها لكي يحصل على منحناه، ومنحناه كان دقيقا جدا. مشكلة وين؟ إنه في بعض الناس يعيبون على ماكس بلانك، يقولون عنه إنه كان محافظا، وإنه يعني المفروض إنه كان يدرك يعني يمشي مع هذه الفكرة الثورية، ولكنه بالعكس وامتعض وقلص نطاقها، فتكلم ليس عن طبيعة الضوء وإنما عن طبيعة الامتصاص والبث فقط. أنا في رأيي بالعكس، هذا يدل على عمقه ويدل على عظمته، لأنه أدرك خطورة هذه الفكرة على الصرح الكلاسيكي الذي كان يدرك مدى قوته. فهذا يعني مش لازم يعيبوا، يعني يجب أن لا يعيب عليه أنه في الواقع تردد كثيرا، لأنه أدرك خطورة هذه الفكرة، يعني بيجوز غيره ما كان بدرك خطورة هذه الفكرة، ولذلك حاول أن يجد طرائق لدغمها في الفيزياء الكلاسيكية وعجز عن ذلك.
هنا أجا أينشتاين عام 1905 وعممها على الضوء، وقال إن الضوء يتكون من كمات من كمات بلانك، يعني اللي فيما بعد صرنا نسميها فوتونات. وقال إنه إذا افترضنا أن الضوء يتكون من فوتونات نستطيع أن نفسر الكثير من خصائص الجسم الأسود، وطبعا استطاع أن يفسر الفوتو إلكتريك إفكت، مفعول كهروضوئي، بهذا الافتراض، مع أنه كان يدرك تماماً أن الضوء هو أمواج كهرومغناطيسية، ولكن أينشتاين يعني تحمل هذا التناقض فطرح هذه الفكرة لأنها كانت مثمرة. ثم بعد ذلك طبقها على أينشتاين، طبق فكرة بلانك على في الواقع الحرارة النوعية specific heat، طبق عليها هذا وتوصل إلى نتائج أيضاً مثمرة في هذا المجال. يعني بدأت تترسخ quantum hypothesis، هيك سموها الفرضية الكوانتمية، مش إنه يعني ما اعتبروها حقيقة وإنما فرضية كوانتمية، ولكنها تعززت. بدل أن تدغم في جسم الكلاسيكال ميكانيكس تبين أنها تتناقض تماماً مع جسم الكلاسيكال ميكانيكس، إلى أن وصلنا إلى تجربة راذرفورد المشهورة التي اكتشف فيها تركيبة الذرة، نواة الذرة والإلكترونات المحيطة بها. هنا هذه يعني بينت بشكل واضح أن الفيزياء الكلاسيكية تفشل تماماً عندما نقترب من عالم الذرات، لأنه هون المفروض أن تكون ذرة غير موجودة، المفروض أن تسقط الإلكترونات بسرعة كبيرة في نواة الذرة، والمفروض أنه أن لا نحصل على هذه الأطياف الضوئية. فهنا تقدم نيلز بور طبعاً وأدخل الفرضية الكوانتمية في النظرية الذرية. بهذه الطريقة استطاع في الواقع أن يحافظ على أنموذج راذرفورد، واستطاع أن يحصل على بدقة كبيرة على طيف الضوئي لذرة الهيدروجين. فهذا كان يعني من نجاحات هذه النظرية، لكنه طبعا لم يكن سعيدا بهذه الفرضية، فرضية تناقض النظرية اللي محشية فيها في تناقض كبير، يعني كيف الحل يعني. فبدأ بعد بور، بدأ العلماء بما في ذلك زومرفيلد وغيره، بدأوا يدركون في الواقع أن هذه الهايبوثيسيس الكوانتمية، هذه الفرضية الكوانتمية، أنها في الواقع لا يمكن دغمها في الكلاسيكال ميكانيكس، في الكلاسيكال فيزيكس. بما في ذلك ماكس بورن في ذلك الوقت اشتغل على هذه الناحية، ولم يستطيعوا في الواقع أن يوفقوا بين هذه الفرضية والكلاسيكال فيزيكس. فبدأوا يفكرون أن هذه الفرضية تنتمي إلى نظرية أخرى لسه ما كانت معروفة، إنه علينا أن نجد النظرية الصحيحة التي تستوعب هذه الفرضية، ولا يمكن أن نبقيها ضمن إطار الكلاسيكال ميكانيكس، واحد من الطرفين لازم يروح. ويعني قادت هذا الشعور الذي تنامى نتيجة تجارب ونتيجة عمل نظري مهم قام به بور وغيره، يعني سليتر وفلان وعلان، إلى أن اقتربنا من عام 1924. الآن في غضون 4 سنوات، من 1924 ل 1928، تم بناء الكوانتوم ميكانيكس. كوانتوم ميكانيكس يعني أي النظرية التي كانوا يبحثون عليها، التي تستطيع أن تستوعب هذه الظاهرات الكوانتمية وأن تستوعب فكرة الكوانتوم هايبوثيسيس. يعني في الواقع خلال 4 سنوات تصوروا أن بنيت نظرية الكوانتوم ميكانيكس حقيقة في غضون 3 أو 4 سنوات فقط. بدأت بدي بروي الفرنسي الذي عمم أينشتاين. أينشتاين قال إن الضوء هو موجة وجسيم في آن واحد، ودي بروي عمم هذه النتيجة على كل الجسيمات، فقال إن الإلكترون هو أيضا موجة بالإضافة إلى كونه جسيما، وبهذه الطريقة استطاع أن يفسر الكوانتوم هايبوثيسيس كما وردت في بور. يعني هذه كانت واحدة من نجاحات فكرته. ثم بعد ذلك بسنة، سنة 1925، إذا بهايزنبرغ يقدم معادلة غريبة من نوعها، ويقول إن هذه المعادلة للكوانتوم ميكانيكس هذه هي التي تحكم الإلكترونات في الذرة.
شو كانت المعادلة؟ عبارة عن كوميوتيتر، كوميوتيشن ريليشن، يعني توصل إلى الكوميوتيشن ريليشن، لكن عبر عن الاوبريتورز بالماتريسز بالمصفوفات، ولذلك سماها ماتريكس ميكانيكس، أخذت تسمى ماتريكس ميكانيكس، الميكانيكا المصفوفية، لأنه في الواقع، لكن هو توصل للكوميوتيشن ريليشن اللي هي جوهر كوانتم ميكانيكس، توصل إليه المعادلة المشهورة الكوميوتيشن كوميوتيتر بين مثلا البوزيشن الموضع والمومنتوم والزخم الخطي، فتوصل إلى هذه النتيجة. طبعا هو فوجئ، هو فوجئ بمعادلته، أولا ما كان يعرف إنه هاي راح ماتريسيز اللي دلوا على إنه لدينا مصفوفات، هنا كان ماكس بورن اللي كان أستاذه، ولكن في الواقع توصل إلى هذه النتيجة. الشيء الثوري كان في عمل هايزنبرغ. طبعا هايزنبرغ كيف توصل إلى هذه النتيجة؟ قال أنا فقط بدي أركز على الكميات التي يمكن مشاهدتها، ولن أركز على أي شيء آخر، لن أفترض أن هناك مسارات في الذرة، لن أفترض كل هذه الافتراضات، أنا فقط بدي أركز على الأطياف وعلى الفريكوينسيز وعلى الانتنسيتيز وما شابه ذلك. هذه قادته إلى ما كان يعرف بالماتريسيز، وتوصل إلى الماتريسيز من دون أن يعرف أنه هذه ما توصل إليه هي المصفوفات التي كانت معروفة منذ القرن التاسع عشر من جانب الرياضيين، إلى أن لفت نظره إلى ذلك ماكس بورن، إنه أنت توصلت إلى طريقة جديدة في التعبير عن الكميات الفيزيائية بدلالة الماتريسيز. نحن عادة نعبر في الكلاسيكال ميكانيكس، كلاسيكال ثيري، نعبر عن الكميات الفيزيائية بدوال، بفونكشنز، دوال أو اقترانات، فإذا به هون يقول لا، على الصعيد الذري ما بنفع أن نعبر عنها بدلالة الدوال، علينا أن نعبر عنها بدلالة المصفوفات، والمصفوفات معروف انه ما يعني تطيع يعني نون كوميوتاتيف، يعني بس في اي بي ماينس بي اي لا يساوي صفر، فهو توصل الى هذه النتيجه لكن لم يعرف معناها. طبعا باولي اشتغل عليها بعده بشوي، اشتغل عليها باولي وكان عبقريه مخيفه باولي، واستطاع ان يجد حلولا لذره الهيدروجين باستعمال ماتريسيز، باستعمال مصفوفات هايزنبرغ. هنا أيضا سنة 26 إذا بشرودنجر طلعنا معادلته، معادلة شرودنجر، معادلة شرودنجر اللي هي معادلة تبدو عادية جدا، معادلة موجية. شرودنجر يعني كيف توصل إليها؟ في ورقته الأولى في الواقع توصل إليها عن طريق الكلاسيكال فيلد ثيوري، يعني بين وكأنه يعني ما في إشي غريب، هذه تفسرها كلاسيكال فيلد ثيوري، تفسرها هاي مجرد يعني تنبع بصورة طبيعية من الكلاسيكال فيلد. طبعا العلماء يعني ما عجبهم هذا الحكي، حكوا له بالضبط كيف توصلت إليها. في الورقة الثانية بين كيف نقارن الضوء أو معادلات الجيومتريك أوبتكس بمعادلات هاملتون جاكوبي إكويجن، وهذه قادته إلى معادلته الموجية، طبعاً حل المعادلة الموجية وتوصل إلى طيف أطياف ذرة الهيدروجين بهذه الطريقة، وهذا يعني هذا هو الذي أكسب هذه المعادلة مصداقية عالية. وأيضاً شرودنجر بعدها بقليل توصل إلى أن رياضياً أن معادلته ومعادلة هايزنبرغ تكافئان بعضهما بعض، هاي توصل إليها شرودنجر. وبعدهم بقليل سنة 28 بعتقد ديراك طبق نظرية نسبية الخاصة على الكوانتوم ميكانيكس وتوصل إلى معادلته المشهورة لديراك إكويجن. خلال هالأربع سنوات تمت كل هذه الأمور. فالغريب بالأمر هون أننا توصلنا إلى معادلة ولكن أخذنا نبحث عن معناها، يعني لاحظوا أنه توصلنا إلى المعادلة قبل أن نتوصل إلى المعنى، وما زلنا نبحث عن المعنى. طبعا في جزء من المعنى اكتشف، ولكن كما تعلمون المعنى ظل غائم بدليل كل هذه التأويلات التي نشأت، تأويل كوبنهاجن، بعدين فيما بعد بوم دي بروي بوم، بعدين الماني وورلدز انتربريتيشن،
بعدين الترانزاكشنال انتربريتيشن اوف كوانتم ميكانكس، بعدين في عندنا تبع كارلو ريفولي رافولي او ريفولي اللي هو الريليشنال كوانتم ميكانكس، وهكذا تعددت التاويلات، وهذا يدل على غموض وعدم اكتمال في النظريه. الملاحظ اينشتاين يعني هي عدم اكتمال، فيها جانب غير مكتمل واضح نظريه الكوانتم. ولكن الغريب بالامر انه توصلنا الى المعادلات اللي هي مثمره جدا، وثم اخذنا نبحث عن المعنى حتى هذه اللحظه، شو معنى الميتريسيز، شو معنى طبعا ديراك عمم الكوميتيتر تبع هايزنبرغ بانه قال انه الاوبزرفابلز ليس بالضرورة أن نعبر عنها بدلالة المصروفات، هي operators و non-commutative، يعني بمعنى أنه AB minus BA لا تساوي صفر. فديراك عممها في الواقع واسترشد بعمل بواسان سابق في هذا الخصوص. ولكن غريب بالأمر، وأنا هاي لفتت نظري، أنه توصلنا إلى المعدلات الرئيسية مليح، ولكن مع المعنى بدأنا نبحث عن المعنى رأسا مباشرة. بعد أن توصلوا إلى هذه المعادلات بدأوا يبحثون عن معناها، لأن هايزنبرغ uncertainty principle جاء في هذا السياق، جاء اكتشافه في سياق معرفة معنى هذه المعادلات. لاحظوا بالكلاسيكال ميكانيكس ما كانت هاي، يعني في حالة نيوتن مثلا، نيوتن يعني توصل، يعني اولا انطلق من تعريفات ومن معنى معين وعبر عنها في بمعادلات، المعنى جاء قبل المعادلات. نفس الشيء ماكسويل، المعنى جاء قبل المعادلات. هون لا، هون عندنا المعادلات توصلنا اليها ثم اخذنا نبحث عن معناها، في شرخ بين المعنى وبين المعادله. هلا في سنة 27 اجتمعوا بما يسمى Solvay Conference، مؤتمر Solvay، اجتمعوا كلهم في الواقع مشان التداول في معنى ما توصل إليه هايزنبرغ وشرودنجر. طبعا شرودنجر حاول أن يؤول معادلته بطريقة كلاسيكية، ولكنه أخفق، كان من الواضح أقنعوه أنك أنت أخفق، خصوصا بور أقنعه تماما أنه أنت أخفقت في هذا التأويل، غير صحيح، لا يمكن أن يكون صحيح. طبعا أجى في دعم كبير هون لمعنى، لمعرفة معنى هذه المعادلات عن طريق ماكس بورن، عندما أعطى التفسير الاحتمالي لمعادلة شرودنجر تحديدا. ولكن هلأ رياضيا اتضح أنه نحن نتعامل مع نفس المعادلة تقريبا، ولكن فيزيائيا الوضع كان غريب. هون اشتغل بور وهايزنبرغ أكثر شيء عام 27 في محاولة لمعرفة معنى هذه المعادلة. طبعاً طلع علينا بور بما يسمى الكومبليمنتاريتي برينسيبل، مبدأ التتامية، اللي في الواقع يتخطى الفيزياء حتى للبيولوجيا وحتى للسايكولوجيا إلى آخره. ولكن هايزنبرغ تحديداً بعبقرية فائقة استنتج الانسرتينتي برينسيبل. يعني لاحظوا انه كيف انه الانسرتينتي برينسيبل موجود في كل المعادلات، المجال المعادلات الموجيه حتى في السابق، ولكن معناها كان واضح لانه كنا نتعامل مع فريكوينسز وويف لينث، هون نتعامل مع مومنتا وانرجيز وتايم وبوزيشن. هذا هو الشيء الجديد، ولذلك استرشد بالمعرفه السابقه هايزنبرغ وقال إنه عندما نترجمها إلى لغة الكوانتوم ميكانيكس يطلع لنا هذا المبدأ الغريب. هلا هايزنبرغ شو اللي يعني نحن نستطيع أن نستنت أو أن نشتق هايزنبرغ uncertainty principle من معادلة شرودنجر؟ صعبة، بسهولة تقريبا نستطيع أن نتوصل إلى uncertainty principle بالرجوع إلى الشرودنجر equation، وأيضا من الكوميوتيتر equation تبع هايزنبرغ برضه بسهولة اشتغلناها بالأندرغراجويت أو بأول سنة بجوز في الأمفيل. أنا بذكر اشتقيت الـ uncertainty principle من الكوميوتيشن، من الكوميوتيتر تبع الكوانتوم ميكانيكس. نستطيع أن نفعل ذلك، مش صعب،
ونحدد بالضبط كيفية، لكن هي فكرة غريبة جدا. طبعا توصل إليها هايزنبرغ، ذهل العالم. وهايزنبرغ أيضا لم يكتفي بالاشتقاق، وإنما يعني بيّن، يعني عمل جدانكن إكسبرمنت، يعني تجربة فكرية في الواقع، حاول أن يبين معنى uncertainty principle بالتجربة المشهورة الفكرية، إنه إذا كان عندنا إلكترون نظرنا إليه بميكروسكوب خاص يطلق فوتونات على الإلكترونات ماذا يحصل؟ بهذه الطريقة في الواقع هو بيّن طبيعة uncertainty principle. الآن طبعاً هون بدنا نعود إنه كيف uncertainty principle لخبط الدنيا كلها. قضى على مفهوم المسار، trajectory, path. الكلاسيكال ميكانيكس كان يعتمد على مفهوم الجسيم particle الذي يتحرك في مسارات معينة في المكان المطلق والزمان المطلق. هذه جوهر الكلاسيكال ميكانيكس. هون بالuncertainty principle بطل في إمكانية، لأنه المسار يفترض أن كل نقطة، عند كل نقطة أستطيع أن أحدد الموضع، عند كل لحظة زمنية الموضع والسرعة. هون يقول هايزنبرغ لا تستطيع أنت تحدد الموضع على حساب السرعة أو العكس بالعكس، لذلك لا يمكن يكون لدي مسار. وهايزنبرغ هذا كان مدرك لها، قال إنه ليس لن أستعمل مفهوم المسار في اشتقاق المعادلات النظرية الذرية، وإنما بدي أخذ إنه in the limit، في الماكروسكوبيك limit، في الحد الماكروسكوبي يكون لدي مسارات، لكن على الصعيد الذري ليس لدي مسارات. ومن الأول كان عنده هذا الحدس بال uncertainty principle، ولذلك قال إنه يعني ما فيش مسارات، ما في عندي مسار، مفهوم المسار راح طار. مش بس مفهوم المسار، كنا نحدد بالكلاسيكال ميكانيكس، نحدد الستيت dynamical state بالposition والمومنتوم. هاي بطل ممكن. ايش صار عندي؟ يجب ان نحدد ذلك. طبعا هون طلع بفكرة الويف فانكشن شرودنجر، انه هو الستيت، هو الستيت، الستيت هو عبارة عن الويف فانكشن اللي اعطاه معنى احتمالي كما تعلمون ماكس بورن. فلخبطت كل الفيزياء الكلاسيكية، تلخبطت يعني نسفت. يعني لاحظوا انه الفيزياء الكلاسيكيه كان فيها افتراضات مستتره مش مبينه. دائما بالنظريه بيكون في افتراضات مستتره ما بتبين الا عندما تتازم، وعندما تكون الجماعه العلميه مستعده لتخطيها. فهون نفس الشيء صار في ابراز هذه الافتراضات اللي موجوده في الكلاسيكال ميكانكس، ومش بس إبرازه وإنما نسفه. هي نسفت كلاسيكال ميكانيكس من جذورها بهذه الطريقة. فإذا المسارات، طبعا فيما بعد عمق هذه الفكرة ريتشارد فاينمان عندما قال إنه بين نقطتين، إذا تحرك جسيم بين نقطتين كل المسارات الممكنة العددها لا نهائي تكون متاحة في هذا الجسيم في آن. فكرة مذهلة وصعب استيعابها، بس يعني لكنها بتمشي بتضبط، يعني very fruitful. فعبر عنها بهذه الطريقة، وكل هذا أساسه الهايزنبرغ uncertainty principle. طبعا حتى مفهوم الجسيم اللي اعتمد عليه نيوتن، شو مفهوم جسيم؟ نقطة تحمل كتلة تتحرك في المكان والزمان، في المكان المطلق والزمان المطلق في مسارات محددة. انتسفت هاي كلها، حتى مفهوم الجسيم عليه علامة استفهام. أنا في رأيي يعني هاي واحدة من مشكلات الكوانتم ميكانيكس، إنه مفهوم الجسيم غامض فيه، فحتى مفهوم الجسيم نحط عليه بارتيكل، نحط عليه علامة استفهام. فال يعني هايزنبرغ uncertainty principle كمان يعني نتائجه كما تعلمون مذهلة. يعني مثلا مفهوم الخلاء الفاكيوم تغير كليا في ضوء uncertainty principle، صار عندنا يعج بما يسمى virtual particles، الجسيمات الافتراضية اللي باستمرار تطلع وتغيب تطلع وبتغيب. يعني وما زالت هذه الناحية virtual particles ما زالت تحير،
يعني ولو انه في نتائج تجريبيه مثل كاسيمير ايفكت وكذا، ولكن في الواقع المفهوم الفيرتشوال بارتكل ما زال محيرا. هذا اساسه هايزنبرغ انسرتينتي برينسيبل. في الواقع الكوانتوم ميكانكس مثل ما صيغ في ذلك الوقت ايضا يعني حتى مفهوم السببيه حط عليه علامه استفهام، حتى مفهوم الكوزاليتي بطل في عندي الكوزاليتي الكلاسيكال كوزاليتي، صار عندي نوع من probabilistic او statistical causality. وهي ممكن يعني تناقش هذه الفكره، ولكن الحقيقه يعني في تغيرات يعني عمل نسف الكثير الهايزنبرغ uncertainty principle، نسف الكثير في الكلاسيكال ميكانكس، كل الافتراضات الضمنيه في الكلاسيكال ميكانكس سجلها. و يعني طبعا عندما يطبق على الفاكيوم النتائج تكون مذهلة بعدها مذهلة، يعني تكون نتائج مذهلة بحق. فالهايزنبرغ uncertainty principle جوهري في الكوانتوم ميكانكس، وطبعا في تأويلات يعني كما قلت تأويلات الرئيسية خصوصا تأويل ماكس بورن رسخ بالفيزياء. أنا بميل يعني أحكي لكم بصراحة رغم التأويلات الكثيرة، في فترة من الفترات كنت أميل إلى دي بروي بوم انتربريتيشن، ولكن بالسنوات الأخيرة صرت أميل أرجع إلى الكوبنهاجن انتربريتيشن، أميل إلى الكوبنهاجن انتربريتيشن، ولكن أعطيه معنى مادي غير عن المعنى المثالي اللي أعطاه فيجنر أو هايزنبرغ أو كذا، أميل إلى تفسير مادي لهذه للكوبنهاجن انتربريتيشن. Many worlds interpretation يعني لا أستسيغه مطلقا. Relational interpretation يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. Transactional interpretation اللي هو العودة إلى الماضي برضو لا أستسيغه كثيرا. فأنا بعدني في الواقع ميال إلى الكوبنهاجن interpretation وإلى تفسيرات بور رغم غرابتها، ولكن أميل إلى تفسيرات. لكن بلا شك انه هذا يعني ما زال محير، ما توصل اليه هايزنبرغ ما جاء ما زال محيرا، واكيد له تطبيقات عديده نظريه اكيد سيتحدث الاساتذه الافاضل عنها. انا اكتفي بهذا القدر، شكرا على استماعكم. شكرا لك دكتور هشام غصيب على الاستفاضه العظيمه دي كلها في تاريخ ميكانيكا الكم، وفي دور كل العلماء العظام الأفزاز في وضع أسس الأساس أو أسس ميكانيكا الكم. ننتقل الآن إلى الدكتور عمار، بس قبل ما ننتقل للدكتور عمار نحب نرحب بالدكتور محمد أكرم فلاح، خلاص كان عنده مشاكل في الإنترنت واستطاع أن هو يدخل لنا. مرحب بك يا دكتور محمد، بنرحب بك. أهلا بك يا دكتور. أهلا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. اهلا بيك دكتور محمد اكرم، ربنا يحفظكم. يعني انا فرحان انه انا معاكم يعني ومع يعني الاستاذ عمار والاستاذ هشام يعني والجماعه، ربنا يحفظكم ان شاء الله. بنعرف دكتور هشام بالدكتور محمد اكرم، ده شاب ما شاء الله يعني عليه في الفيزياء النظريه، حاصل على الدكتوراه من معهد باراميتر في كندا، وهو مبدع يعني يا دكتور هشام، يعني دكتور محمد اكرم يعني. اهلا وسهلا دكتور محمد. تفضل يا استاذ. اهلا استاذ، لنا الشرف انك تكون معنا يعني. شكرا. والله الشرف لي، الله يخليك، شرف لي ان شاء الله. هنكمل مع دكتور عمار، تفضل يا دكتور عمار. محمد لو تشيل البرزنتيشن دكتور حاج دكتور محمد حاج، شيل البرزنتيشن بتاعك دكتور محمد. ايوه بس كده هيك كويس. هو صار في تداخل. حقيقة يعني رح عقبالة بس سريعة يا دكتور عمار عشان الوقت يعني، بس إيه؟ بس حبيت أعطي شوية برزنتيشن يعني سريعة حول مبدأ عدم التحديد أو اللا يقين أو الارتياب أو ما يسمى
باللغة الإنجليزية هايزنبرغ أنسيرتي برنسبل اتش يو بي. حقيقة احنا بالفيزياء يعني احيانا يجب ان نكون محددين، فلا بد من وجود الصورة ولا بد من وجود المعادلة، لانه احنا فيزيائيين وبالتالي احيانا المعادلة قد تتكلم اكثر من صفحة بنقوله. الان بشكل عام حقيقة مبدأ عدم التحديد والاشكاليات، يعني هذا المبدأ قاد الى اشكاليات كبيرة جدا. اولا بداية الاشكاليات هي اشكالية المصطلح. هذا المصطلح من بدايته من الترجمة الأصلية لهايزنبرغ الألمانية إلى مرادفاتها الإنجليزية وهناك في إشكاليات، وحتى الآن باللغة العربية في إشكاليات ترجمة. إذن في هناك إشكالية في المصطلح راح نناقشها بعد قليل. الآن السؤال هي عبارة عن محاور حقيقة، يعني معظم الموجودين معنا بعضهم باحثين وطلبة دراسات عليا، وهي حقيقة يعني بعض الإشكاليات في مبدأ عدم التحديد أو عدم أو اللا يقين بنحب نطرحها مع المراجع حتى نفتح يعني آفاق جديدة جدا بالتفكير. نطرح سؤال، هل الصيغة الحالية لمبدأ عدم التحديد كاملة في كل النطاقات؟ هل هناك صيغ أخرى أخرجتها نظرية الأوتار؟ هل هناك تأثير الجاذبية والطاقات العالية والنطاقات الصغيرة جدا على شكل هذا المبدأ؟ هل مبدأ حفظ الطاقة أو بين قوسين القانون الأول في علم التحريك الحراري الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس بيصير له فايوليشن، بيصير له مشكلة معينة مع مبدأ عدم التحديد في حالات معينة؟ هل القانون الثاني في علم التحريك الحراري في إشكالية أو ما يسمى مفارقة جيبس بارادوكس؟ القوى النووية القوية يوكاوا فورسز اللي هي سترونج نيوكليير فورس شو بصير فيها وماذا تنتج؟ وكذلك في النهاية الاضطرابات الكمية ومبدأ عدم التحديد كوانتم فلكشويشن وانسرتينتي برنسبل. حقيقة هاي مجموعة إشكاليات راح نحاول الآن نعرج عليها على السريع، يعني زي ما وعدت الشباب مش حطول كثير، لكن هذه إشكاليات بعمق مبدأ عدم التحديد، وهي حقيقة قد لا تدرس في الكتب المعيارية أو الرسمية في المدارس، لكن هي كلها إشكاليات موجودة في الأبحاث العلمية المنشورة ومعظمها حديث تقريبا. الآن نأتي إلى قضية المصطلح. يعني حقيقة المصطلح مهم جدا، يعني زي بقول فولتير ومعروف فولتير أنه يجب أن تحدد مصطلح، حدد مصطلحك، حتى كان يدخل في أي حوار يجب أن يحدد مصطلح، فهي قضية مهمة جدا. باللغة العربية مثلا نعرف انه بنسميه مبدأ عدم التحديد عندنا هون في الأردن، او اللا يقين، علاقات الارتياب، مبدأ عدم التأكد، او مبدأ الريبة، او مبدأ اللا يقين، او مبدأ الشك الى اخره. كل هاي مترادفات قد تجدها هنا وهناك في اللغة العربية. اما باللغة الإنجليزية فحقيقة هناك إشكالية معينة في قضية المصطلح بالنسبة لـ uncertain principle. هل هذا المصطلح هو نفسه اللي وضعه هايزنبرغ، وماذا كان يعني هايزنبرغ بهذا المصطلح؟ هل هو سماه ريليشن او سماه برينسيبل؟ وهناك فرق بين الريليشن والبرينسيبل. حقيقه هايزنبرغ في الاوراق الاولى الرئيسيه كان يفضل استخدام عباره uncertainty relations مش برينسيبل ريليشنز، لانه حقيقه هناك فرق بين ايش اسمه ريليشن وبرينسيبل. وهناك مترادفات حقيقه اخرى لمبدأ عدم التحديد، وهو inaccuracy, spread, impression، وهناك latitude وما إلى ذلك. حقيقة هاي هايزنبرغ حقيقة يرجع للأصول، أنا دائما بحب أرجع للأصول والأصول تعطينا الكثير. في 1900 في الأرتيكل اللي نشرها 1927 باللغة الألمانية، هاي باللغة اللون الأخضر أمامنا هي تعريفه لمبدأ عدم التحديد، وأن كولشين هو استخدم هاي العبارة، وهاي العبارة حقيقة ما كان إلها مرادف باللغة الإنجليزية، ولما ترجم هاي العبارة إلى اللغة الإنجليزية استخدمت Inclusion content of quantum theoretical kinematics and mechanics. شوف العبارة نفسها استخدمت. بعدين أجا جون ويلر بال83 وعاد التعريف on the physical content، يعني بدل هاي العبارة الكلمة الألمانية عربها in the physical content. بعدين هايزنبرغ بال84 لما عمل تجميع لأوراقه استخدم نفس العبارة content، وهناك تعريفات أخرى. حقيقة نهاية الأمر intuitive هي العبارة التي استخدمها هايزنبرغ في بداية كلامه عن مبدأ هايزنبرغ.
حقيقة بدناش نخوض بتفصيلات لغوية للعبارات اللي ذكرها هايزنبرغ، لكن حقيقة الأرجومنت الرئيسية اللي وضعها هايزنبرغ هو قضية بكل بساطة من خلال الفورميلازم اللي كومبتون افكت. هايزنبرغ هو حقيقة وضع عبارة انه دلتا بي دلتا كيو بروبورشنال تو اتش بار، حيث بي هي عبارة المومنتم اللي هي الزخم الخطي، وكيو بسمها جنرايز كوردينيتس او البوزيشن تتناسب مع اتش بار. هاي العبارة اللي احنا بنشوفها البسيطة والصغيرة جدا، حقيقة هاي العبارة يعني تعني يعني في طياتها الكثير الكثير، يعني انسرتنتي في قياس البوزيشن ضرب الانسرتنتي في قياس المومنتم يساوي عدد صغير جدا. اذا كانت الدقة عالية في قياس البوزيشن تكون هناك خطأ كبير في قياس المومنتم والعكس صحيح. هذه عبارة طبعا توصلها من خلال الكوميتيشن ريليشن اللي هي كيو بي ماس اللي هي بوسوان باكيت الكلاسيكال، وهي الكوانتم ابروتش لها، والها حقيقة انالوجي في الطاقة والزمن وكذلك ب طبعا كوبنهاجن انتربريتيشن، تفسير كوبنهاجن بيعتبر مبدأ عدم التحديد او علاقات هايزنبرغ هي المحور الرئيسي لتفسير ميكانيكا الكم. وذكر كينارد في 1927 ووصفها essential core of the new theory، فبالتالي هذا المبدأ مهم جدا بالفيزياء وبقي هذا المبدأ له أهمية. دينغتون حقيقة قضية التفصيل هل هو principle or relation مش حخوض بالحوارات اللي تامت كثيرا، لكن بسريع دينغتون كان يفضل استخدام principle، وهايزنبرغ المصطلح اللي كان يفضله هو inaccuracy relations. فيلسوف العلم وهو معروف كارل بوبر قال انه هو كان ما بفضل البرنسبل، لانه البرنسبل بالنسبه له هو يجب ان يشتق من البيسك من بيسك ايدياز، لكنه مبدا عدم التحديد هو مشتق من نظريه وبالتالي لا يصح لنا ان نسميه برنسبل. لكن بتعرف انه احيانا في كثير نظريات بالفيزياء بنسميها برنسبلز وهي بتكون مشتقه ومشتقة من نظريات أخرى، لكن كارل بوبر كان يؤكد أنه يفضل لا يستخدم برنسبل لهذا العلاقة لهذه العلاقة. هذا هو مبدأ هايزنبرغ اللي احنا بنشوفه الآن أمامنا، هايزنبرغ uncertainty relations اللي هو دلتا اكس دلتا بي proportional to h بار، حيث دلتا اكس uncertainty في البوزيشن ودلتا بي uncertainty في المومنتم تتناسب مع h بار اللي هو مدفع ثات بلانك على توباي، وبالتالي العلاقه بينهم واضحه جدا، كلما زاد الاخر كلما زاد احدهم قل الاخر والعكس صحيح. وممكن اشتقاق حقيقه علاقه اخرى وهي العلاقه ما بين الطاقه والزمن، يعني الانسرتنتي في الانرجي والانسرتنتي في التايم نفس الشيء بتناسب مع اتش بار. حقيقه بجوز العلاقه الثانيه مهمه الى حد ما، هنا علاقتين مهمات، بس عاده المجرمنتس بشكل عام معظم بالفيزياء احنا بنقيس الطاقة، يعني في خاصة ميكانيكا الكم الكوانتم ستيس والبروبابيلتي الانرجي، فالمبدأ الثاني قابل للعمل في المختبر أكثر من المبدأ الأولي. وهي صيغ أخرى للبوزيشن مومنتم والانرجي تايم والنمبر فيز لميكانيكا الكم. حقيقة بدي أتوقف أنا قليلا عند مبدأ هايزنبرغ ونأخذ مثال اللي هو البوزيشن والمومنتم، يعني الموقع والزخم بالنسبه لمبدا هايزنبرغ. نطلع على اليمين بشكل عام في عندنا رسمه اللي هي لو اخذنا مثلا هاي الاكس اكسس هو عباره دلتا اكس البوزيشن الانسرتنتي في البوزيشن، والواي اكسس هو عباره عن انسرتنتي في المومنتم. حقيقه بجزء اللي بيدرسوا في التدريس الاكاديمي بالاندر جراجويت حتى في البوست جراجويت بتطلعوا هذا الكيرف وما حقيقه بيفكروا فيه كثيرا، يعني هذا الكيرف في اعتقادي لو امعنا التفكير بنلاحظ فيه مشكله. طلع على اليمين انه كلما زادت عدم التحديد في البوزيشن كلما قل عدم التحديد في قل عدم التحديد في المومنتم، والعكس صحيح. بس لاحظوا الكيرف هو ماشي الى ما نهايه. هل بتلاحظوا عدم التحديد البوزيشن بشكل عام هل معقول ان يبقى ماشي الى ما نهايه؟ احنا بنعرف يعني وصارت الان شبه معلومه واضحه انه في الكوانتم جرافيتي في شيء اسمه مينيمم لينث، مش ما بنقدر نتجاوز اقل طول ممكن. فاين مبدا عدم التحديد
في مفهوم الكوانتم جرافيتي اللي بنصل لما يسمى اقل طول ممكن. يعني بالرسم اللي امامنا اللي على اليمين ما في ليميت، لا ليميت على البوزيشن الانسرتنتي في البوزيشن، ولا في ليميت على الانسرتنتي في المومنتم. لكن هاي حقيقه بتشير الى مشكله، انه طلع على اليمين بتصير تقترب من الزيرو، كانها الانسرتنتي في خلي يعني لما تصبح الانسرتنتي تقترب بالبوزيشن تقترب من الصفر، الانسرتنتي في الانرجي تقترب الى ما نهايه. وهي حقيقه تتناقض مع الريستريكشنز اللي اظهرتها نظريات الكوانتم جرافيتي والسترينج ثيوري. فهي حقيقه اشكاليه، احد اشكاليات العميقه اللي موجوده في مبدا عدم التحليل، وفي هناك حلول لها. بس خلي الواحد يفكر دائما اي معادله باخذها يربطها في الواقع. طبعا نحكي عن ستاندرد كوانتم ميكانكس، يعني الانسرتنتي برنسبل او ريليشنز هي تتكلم عن ستاندرد كوانتم ميكانكس، الميكانيكا الكوانتم المعياريه. لكن احنا الان بنخرج على الكوانتم جرافيتي وتطبيقاتها، نخرج عن الجوانب المعياريه والشيء التقليدي اللي امامنا. الان الهاي انرجي بشكل عام والسمول لينج سكيلز نظهر عندنا اسمه جي يو بي، اللي هو جنرالايزد انسرتينتي برنسبل. يعني هذا المبدا اللي احنا بنحكي فيه، مبدا عدم التحديد، حقيقه اصبح هناك له تعميم، وهذا التعميم اجى من خلال التنبؤات اللي قامت فيها الكوانتم جرافيتي حول تاكيد ووجود شيء اسمه المينيمم لينث، اقل طول ممكن. واقل طول ممكن زي ما احنا بنعرف اللي هو بلانكس لينث، اللي هو ال بي، اللي هو هذا يعني احد الشغلات الموجوده في الكوانتم جرافيتي، سواء نتائج حتى اللي بضلوا بيشتغلوا على سترينج ثيوري واللوب كوانتم جرافيتي في الديسكريت كوانتم ديسكريت سبيس تايم. فاقل لينث هو المينيمم تايم، وما علاقته مع ميكانيكا الماده هايزنبرغ. حقيقه لن نخوض في كثير من التفصيلات في الاشتقاقات الرياضية، لكن نشير إلى أنه مبدأ عدم التحديد أو مبدأ اللا يقين تم عمله موديفيكيشن أو تعميم. هي أمامنا دلتا إكس دلتا بي، اللي هو عدم التحديد في إكس وعدم التحديد في واي، بيساوي اتش بار على 2، اللي هو الحد الأول، بيعطينا المبدأ الأساسي اللي وضعه هايزنبرغ. لكن الآن صار في تيمز أخرى أضيفت إله، هاي التيمز اللي هي بيتا مطروح في ال بي دلتا بي سكوير اوف اتش بار. حقيقه بيتا هذا مهم جدا، بسموه ديفورميشن باراميتر بي بيتا. فهذا هو اذا كان بيساوي صفر بيقول مبدا الجي يو بي الى الاتش يو بي، واذا كان لا يساوي صفر يصبح هناك تعميم لمبدا عدم التحديد لهايزنبرغ. وكذلك الامر الكومبيتيشن ريليشن على اليمين بيصير لها تعميم، وهيها موجوده على اليمين، هاي الكومبيتيشن اكس بي اوبريتورز بيعطينا اي اتش بار 1 بلس اور ماينس هذا التيرم. اذا كان بيتا بتساوي صفر معناته بصير يعطينا الكومبيتيشن ريليشن المعروفه في الكلاسيك في الستاندرد كوانتم ميكانكس. حقيقه زائد وناقص هون، زائد وناقص، هاي حقيقه مشكله وحواريه طويله، ولحد الان يعني في ناس بيستخدموها بوزيتيف وفي ناس نيجاتيف، وكل واحد وكل مدرسه لها يعني اراها. وهي هي حقيقه الرسمي الان في ضوء اللي ذكرناه قبل قليل، كيف بصير رسمي. هي عندنا على الاكس اكسس دلتا اكس والواي اكسس دلتا بي، والخط الاول هاي الاولاني هو بيعطينا مبدا عدم التحديد في الستاندرد كوانتم ميكانكس. والان بوجود التحديدات للمينيمم لينث صار في هاي نقطه معينه، هاي هي دلتا بي مينيمم، ما بصير انه ينزل اقل منها. وهاي المنطقه بسمها فوربيدن في الكيرف سبيس، هاي المنطقة كأنها يعني مش مسموح، لأنها بصير يعني دخلت في قضية السكند تيرم في هاي المعادلة. فالخط المتقطع واضح أمامنا هو بيعطينا المبدأ عدم التحديد بناء على الكوانتم جرافيتي، والخط المستقيم لأعلى زي ما ذكرنا قبل قليل. وهذا دخل حقيقة في تطبيقات عديدة في البلاك هول ثيرموداينامكس. يعني كلنا بنعرف حساب هوكينج تمبريتشر للبلاك هول، بنلاحظ انه ناخذ بعين الاعتبار موديفايد هايزنبرغ انسيت برنسيبل، بيظهر عندنا تيرم ثاني هاي تي جي يو بي، اللي هي الموديفايد هوكينج تمبريتشر بيساوي هذا التيرم زائد التيرم الثاني اللي جاء من التحديد المينيمم لينث. وطبعا اذا اخذنا
اذا كان الحل بوزيتيف بيتا وهاي نيجاتيف بيتا اخذنا الحلين. طبعا هذا الحلول طويل جدا موجوده، وسوف اضع الابحاث العلميه اللي فيها اشتقاق هذه المعادله، لكن حبيت اشير الى ذلك. وهي نفس الصوره بتعطينا ايش، انه في مينيمم لينث بشكل عام للطول وبالتالي لا يمكن تجاوزه. هاي بالنسبه لمبدا عدم التحديد، اذا ما بصير اذا ماشيين دلتا اكس عدم التحديد في اكس الى الصفر، لا، وفي عندنا مينيمم لينث لازم نحط ندير بالنا على هالنقطه. وحقيقه التايم انرجي نفس الشيء، يعود هذا الامر يعني ممكن نشتقها ببساطه، تي بتساوي اللي هي الطول، الزمن بيساوي الطول ديستانس اوفر سبيد. فبصير عندنا المينيمم ديستانس ال بلس اور ماس ال بي، ال بي بناخذها هي البلانك لينث اللي هي اقل شيء، كانها بتحكي ال اوفر سي بلس اور ماينس تي بي، لانه ال بي البلانك لينث على سبيد فلايت بيعطينا المينيمم تايم او بلانك تايم، فهي بتصير عندنا انرجي. وفي حقيقه يعني هي ارقام محسوبات موجودات بالنسبه اذا البارتيكلز مع ديفرنت ماس وكم اللايف تايم الها، و باستخدام الجي بي 1 والجي بي 2 ممكن الحساب هاي الايكويشن بكل سهوله. مش حطول عليكم كثير. في حقيقه اشاره اخرى لن اخوض فيها تفصيلا، اللي هو حقيقه في هناك فيوليشن ما بين الجي يو بي والايكوفرنس برنسبل جنراتيفيتي، ارجو انكم تعودوا لها وبعطيكم كمحور حوار البيبر اللي بتحكي عنها. هاي حقيقه البحث المنشور في 2020 قبل حوالي يعني أشهر، هو إشكالية الجنرالايز أنسيرتين برينسيبل والجنرال ريلاتيفيتي وكلاسيكال ميكانيكس. هاي البيبر موجودة، ممكن أي واحد ينزلها، وهي أوبن أكسس جورنال موجودة على إليزفور. طبعا في عندنا أكثر من صيغة لمبدأ عدم التحديد في الدي دايمنشنال كوانتم ميكانيكس. بعض الصيغ موجودة في الكوانت في اللوب كوانتم جرافيتي والسترينج ثيري والباث انتجرال كوانتم جرافيتي وبلاك هول فيزيكس. حقيقه اول تيرم بشكل عام يعني سترينج ثيوري بتعطي مش بس بتعطي اكثر من تيرم في مبدا عدم التحديد، لكن اول تيرم اللي عند بيتا بيشتركوا فيه معظم الالترناتيف كوانتم جرافيتي ثيوريز، لكن سترينج ثيوري تتقدم كما تشاء. بتعرف سترينج ثيوري فيها فلكسبيلتي رياضيه عاليه جدا، وهي حقيقه بحث علمي حول الريستريكشنز للمينيمم لينث ومنين اجى. وحقيقه هذا البحث جميل جدا، بنصح انه يتم الاطلاع عليه. هذاك هذا الامر نفس الشيء للدي كوانتم دي دايمنشنال كوانتم ميكانكس وتعميم مبدا عدم التحديد، وهذا كذلك مجموعه ابحاث تقدر ترجع لها معظمها حديثه حول اللي هو جنرايزد انسيرتينتي برنسبل. هذا كمان هذا بيحكي عن هاير اوردر، لسه بيحكي عن هاير اوردر بالنسبه لمبدا عدم التحديد. حقيقه هذا البحث كثير مهم، انا يعني اعملوا سكرين شوت على هذا البحث لانه بيشتق رياضيا كل الصيغ، هو نشر بال 93، بيشتق كل رياضي كل المعادلات الرياضيه للجنرالايزد انسيرتين برنسبل باستخدام الكوانتم جروب سيمتري، ورائع جدا وليس صعبا. يعني لو مشيت معه بشويه معلومات بالفوكس سبيس وسبوك ريبريزنتيشن وهازنبرج الجبرا نقدر نتوصل الى هاي النتائج اللي ذكرناها قبل قليل. في قضية أخرى، مبدأ عدم التحديد والنظرية النسبية الخاصة. هناك كذلك relativistic correction يسموه relativistic Heisenberg uncertainty principle اللي هو RHU. هذا الترم جاي من خلال النظرية النسبية الخاصة. نعرف في relativistic quantum mechanics أو ميكانيكا الكم النسبية بتأكد على قضية إنه negative energy state, negative wave function, antiparticle existence اللي هي ديراك، اشتغلها ديراك. فلو استخدمنا البروسيجر الموجودة كما استخدم سابقا في اشتقاق مبدأ عدم التحديد سوف نصل إلى هذه العلاقة. إذا صار عندنا ليست صورة واحدة لمبدأ عدم التحديد، وهي حقيقة المهتم بالاشتقاق الرياضي موجود في هذه المقالة. حقيقة Second Law of Thermodynamics الجيبس بارادوكس مش خوض فيها كثير، بس هي لها علاقه من شيء اسمه indistinguishable particle وهي اثارها جيبس، وموجوده حقيقه في بحث علمي اسمه جيبس بارادوكس. يعني الشباب المهتمين باحثين في هذه المجموعه بيقدروا يرجعوا الى هذه المقاله، نشرت في 1996، وهي تشرح التناقض ما بين الجيبس بارادوكس ومبدا عدم التحديد بشكل عام، وهي كذلك الامر مقاله اخرى لها. وهذا كتاب نشر بال 53 حول الكوانتم ميكانيكس من خلال ثيرموداينامك ابروتش
وكتاب قيم جدا، هو مؤلفه في جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه قديم لكنه كتاب بحرز وبسوى، موجود على الأمازون، هذا الكتاب موجود على الأمازون، ممكن تطلب منه في بعض أعتقد فيرجن موجودة. الآن نأتي إلى قضية يعني مبدأ حفظ الطاقة، يعني هذه قضية بديش أقول فيها كثير، لأنه مبدأ حفظ الطاقة يعني حقيقة مهم جدا وأحد المبادئ الرئيسية في الفيزياء، لكن هل مبدأ عدم التحديد بيعمل إشكالية مبدأ حفظ الطاقة أم لا؟ أنا مش حجاوب هذا السؤال، لكن من خلال الفريم ورك اوف كوانتم فلكشويشن بقول إنه في هناك بصير تصعيد، طبعا بنحكي عن كونزرفيشن اوف انرجي أو الفيس لو اوف ثيرمودينامكس، يعني تقريبا يعني وجهين لعملة واحدة، إنه في هناك عندما يكون الزمن قليل جدا 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 دلتا تي ابروتش زيرو بصير هناك دلتا اي كمية كبيرة جدا، فيصير بصير هناك زي خلل في مبدأ حفظ الطاقة مؤقت، وهي قضية حقيقة حوارية يعني ما فيها شيء جازم، ومعظم الآن ناس بعض المقالات بتشير إلها وبعض المقالات حقيقة بتقول لا وبتفسرها وبتقود في تفسيرات، لكن بس واحد يفكر في نفس الريليش الأساسي في الستاندرد كوانتم ميكانيكس، تخيل دلتا تي كمية صغيرة جدا جدا، ماذا يحدث في دلتا اي؟ وهي حقيقة اللي هي بعضهم بيقولوا هاي الفترة اللي هي بصير فيها الفيرتشوال بارتيكلز، اللي هو البارتيكل تخلق وتفنى من الكوانتم فلكشويشن، يعني هاي هي المرحلة اللي بصير فيها فايوليشن للكونزرفيشن انرجي. يوكاوا بارتيكل حقيقة لو اخذنا الرينج تاع مبدأ هايزنبرغ بشكل عام وطبقناه وحسبنا بيطلع لنا بارتيكل 200 مره كتلته اكثر من كتله الالكترون، وهذا البارتيكل مش موجود، وسماه يوكاوا انون بارتيكل، وهذا يعني كانه بيعمل فايوليشن مؤقت في الفيرتشوال بارتيكل تاع يوكاوا، واللي بده حقيقه يشوف التفاصيل حسابات موجوده هون، انا مش اطول عليكم كثير. هاي كمان الامر الانرجي تايم انرجي انسرتينتي، هل تخلق بارتيكل جديده او لا، وهي حقيقه دراسات علميه وفلسفيه فيها جانب فلسفي عميق جدا في كامبريدج. اذا بشكل عام هاي يعني حبيت اعمل اشارات سريعه، مبدا عدم التحديد والتاثيرات الاخرى والصيغ المختلفه لمبدا عدم التحديد، وهي كلها عباره عن اسئله مطروحه وممكن ان تكون جانب حواري، لكن هذه الاسئله حقيقه يعني مش مستاهل ان الشخص يجيب عليها في هذه الجلسه، تحتاج الى بحث وريسيرش عميق جدا في المقالات الرئيسيه، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا لك يا دكتور عمار، وطبعا انت دايما بتسرينا بالحاجات الجديده بالابحاث اللي بتدور لنا عليها والكلام ده، فالف شكر لك لهذا التقديم الرائع. نرجع دكتور محمد حاج. دكتور محمد حاج هنبتدي نطرح الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للبروفيسورات. على ما أظن الأخ عصام يعني أنا لم أتكلم على مبدأ الهايزنبرغ يعني سوف نظري، فأنت الآن كنا سوف نقدم لك المايك دكتور أكرم. لا كنا سنقدم لك دكتور أكرم. شكرا للبروفيسورات بروفيسور عمار وبروفيسور هشام على هذا العرض المستفيد والقيم. بداية أريد أن أطرح سؤال، هناك التباس كبير بخصوص طبيعة ومكانة مبدأ هايزنبرغ في إطار ميكانيك الكم، فالبعض يعتبره مبدأ أو مسلمة، والبعض الآخر يعتبره مبرهنة يمكن استنتاجها أو اشتقاقها اعتمادا على المسلمات الأخرى. ما رأيكم بخصوص وجهات النظر هذه؟ ما مكانة مبدأ هايزنبرغ؟ هل هو نتيجة أم مسلمة؟ تفضل دكتور أكرم. شكرا لك دكتور محمد، والسؤال موجه للدكتور محمد أكرم. دكتور محمد أكرم فلاح. يعني شكرا جزيلا. هل الصوت واضح يعني؟ الصوت واضح. الصوت واضح. تفضل يا دكتور.
أول شيء يعني شكرا جزيلا للاستضافة مع الإخوة الكرام يعني، ودائما أنا أعمل ميوت يا حسين. دكتور محمد تفضل. دكتور محمد نورتنا والله، تفضل. ربنا يحفظك، شكرا جزيلا. فكما قلت يعني شكرا جزيلا للأساتذة، سواء الأستاذ هشام والأستاذ عمار، خاصة يعني أنهم تكلموا بطريقة وباستفاضة يعني، والأستاذ عمار يعني وصل حتى إلى الأبحاث الأخيرة يعني حول موضوع تعميم ما يسمى هايزنبرغ برينسيبل، ولكن نتكلم عنه يعني من ناحية فيزيائية أعمق. بعض الناس يعني يتوقع أنه هايزنبرغ برينسيبل يعني هو مبدأ إحصائي عنده أهمية معينة، ولكن يعني أهميته عنده يعني عمق فيزيائي من ناحية أنه العالم كله يعني مهما كان هو عبارة عن موجة وبارتيكل في نفس الوقت. كيف نرى هذه؟ يعني الحكاية بدأت يعني كما تعرفون في الكوانتم ميكانيكس مع يسمى دبل سليت اكسبيرمنت، اتت بعدها، وبعدين اتى دبروي يعني بالموضوع التالي، انه دبروي وجد ما يسمى الازدواجيه جسيم موجه التي بعدين اسست الى ما يسمى هايزنبرغ برينسيبل كالاتي، وهذه رؤيتي يعني. فيعني لو نكتب، هل يعني الصفوره واضحه لما اكتب الاخ عصام؟ ايوه الصوره واضحه، الصوره واضحه دكتور. الآن لما نكتب ما يسمى المعادلتين اثنين بتاع الطاقة بتاعنا، عندنا ما يسمى E equal to H nu، اللي هي ما يسمى معادلة بلانك، أن الطاقة يعني عندها علاقة proportional مع الفريكوانسي، وهذا ثابت بلانك. وعندنا معادلة أخرى اللي هي E تساوي ما يسمى mc مربع، اللي هي معادلة أينشتاين في النسبية الخاصة يعني المشهورة. فلو ساوينا ما بين ما يسمى المعادلتين فنحصل على H nu تساوي MC مربع، يعني لأنه هذه نفس العبارة، هذا يعني عندنا هنا طاقة وهنا عندنا طاقة، ثم بعدين يعني عندنا الميو التردد هنا frequency، اللي هو بالتعريف هو عدد الاهتزازات يعني في الثانية، فهو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن C سرعة الضوء على طول الموجة. فبالتعويض عندنا C HC على لندا تساوي MC مربع، اختزلنا C من هنا C من هنا، فباختصار هناك لندا، فلندا ماذا يساوي؟ هو H على MC. السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا تقول لنا هذه المعادلة؟ عندنا هنا ثوابت، عندنا ثابت هنا H، عندنا ثابت هنا C، وعندنا هنا M، يعني إحنا لا نهتم بهذه الثوابت، ولكن عندنا M هنا، ما هو؟ هو يمثل السلوك الجسيمي، السلوك الجسيمي. ولندا ماذا تمثل؟ تمثل السلوك الموجي، لأنه نعرف أن الأمواج يعني تتميز بكل موجة، وأنه الجسيمات تتميز بكتلة، فهناك تكافؤ، هناك ازدواجية جسيم موجة، ولكن هنا خاصة بجسيم الفوتون، ولهذا موجودة سرعة الضوء، ولكن دبروي بعدها عممها إلى أي جسيم، فنستبدل سي هنا ب إذا كان أي جسيم نستبدلها بالسرعة العادية فتصبح ام في، يعني في سرعة الجسيم. فماذا نتحصل؟ نتحصل أن تصبح هذه المعادلة لندا يساوي H على MV اللي هو V الزخم. إذن ماذا تحصلنا؟ تحصلنا على هذه المعادلة التي تمثل ازدواجية جسيم موجة، لأنه كما قلنا هذا ثابت، هذا يمثل السلوك الجسيمي، وهذا يمثل السلوك الموجي. الآن بعد ما حصلنا على هذه الأشياء، يعني عرفنا أنه كل شيء في الكون، سواء أن الجسيمات مهما كانت، إلكترونات، فوتونات، بروتونات، أيضاً نحن على يعني المستوى الكلاسيكي عندنا ازدواجية جسيم موجة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لو نحاول أن نجمع الصورتين مع بعض ماذا يحدث؟
وقبل أن نجمع الصورتين، يعني قصدي السلوك الموجي والجسيمي، نرى ما هو السلوك الجسيمي أولاً وما هو يعني السلوك الموجي، ثم نقوم بمزجهما مع بعض لنرى يعني العمق الفيزيائي الذي نتحصل عليه. فنحن نعرف أنه بالنسبة للبارتيكل، يعني بالنسبة للجسيمة، بالنسبة للبارتيكل، فأنه الجسيم ممكن أنك تحدده في position X. يعني أي شخص يعرف أنه في الفيزياء ممكن أن نقول الجسيم هو موجود في موضع محدد X، ولكن بالنسبة للويف اللي هي الموجة، فلا يمكن أن أحدد يعني ما يسمى أن الموجة موجودة في نقطة معينة، لأن الموجة هي هاي. يعني مثال عندي موجة كهذه، فهي يعني موزعة على الفضاء ككل، ليست localized، ليست متموضعة في نقطة معينة كما يسمى كالجسيم. إذن ماذا تتميز؟ تتميز بطول موجي لندا، اللي هو الفرق ما بين ما يسمى الذروتين، ما بين الذروات هذه اللي هي لندا. إذن لا يمكن تحديد صوت أقرب. أنها متموضعة في نقطة معينة بل عندها طول. صوتي تقطع الأخ. الأخ عصامك سمعني؟ أسمعك صوت تقطع بس. أوكي. لك أنه في البارتيكل ممكن أنه ما يسمى نحدد الجسيمة في نقطة معينة، ولكن بالنسبة للويف فهي تأخذ ما يسمى تتوزع على الفضاء، ولا يمكن أنها تتموضع في نقطة واحدة وتتميز بطول موجي لندا. وعلى حسب علاقة دبري فإن لندا ماذا تساوي؟ تساوي H على البي على الزخم. إذن فما يسمى كل ما كان ما يسمى طول الموجة كبيرة كان ما يسمى الزخم صغير، والعكس صحيح. وعندنا الزخم بي يساوي M بي. يعني مثال نعطيه مثال يعني على هذه العلاقة أو التناسب العكسي ما بين الزخم والطول الموجي. مثال إذا كانت سرعة الجسم كبيرة جدا فإن الزخم كبير جدا فإن اللندا تكون صغيرة جدا، طول موجي صغير جدا. إذا كان الآن ما يسمى يعني فرضا أنه الآن الجسم عنده كتلة كبيرة جدا، إذن فالزخم يكون كبير جداً واللندا تكون ما يسمى صغيرة جداً. ولهذا الطول الموجي أو الدالة الموجية بالنسبة للإنسان يعني أو السلوك الموجي بالنسبة للإنسان هو صغير جداً. لماذا؟ لأن كتلته كبيرة تستلزم أن الزخم أيضاً كبير، فبالتالي طول الموجي لندا راح يكون صغير جداً. إذن هذا السلوك الموجي وهذا السلوك يعني الجسيم، يعني أنه الجسيم ممكن أنه نحدد الموضع بتاعه X بدقة، ولكن يعني أما بالنسبة للويف نحدد ما يسمى المومنتم في بدقة، لأنها عندها ما يسمى يعني العلاقة هذه. فلما نعرف ما يسمى اللندا بتاع الويف نعرف ما يسمى صوت دكتور محمد راح الصوت يعني ما زالت مشكلة. الصوت الآن واضح ولا لا؟ لا الآن واضح، هو في تقطع في الإنترنت. أوكي للأسف نحن في الجزائر يعني. قرب يا دكتور محمد، قرب شوية على المايك، قرب شوية على المايك دكتور محمد. نعم قرب شوية على المايك، قرب شوية على المايك. لا أمانة مقرب على المايك وفي نفس الوقت على السبورة لكي يكون الشرح يعني فقط. تفضل يا دكتور. اوكي اوكي اوكي. فبالتالي بالنسبه الى ما يسمى الجسيم عندنا بوزيشن محدده، يعني ممكن قياس الاكس بدقه، الموضع يعني بدقه، ولكن ليس للجسيم لندا، يعني لا يمكن تحديد اللندا بتاعه. فمن الصعب ايضا تحديد الزخم بتاعه على هذا المستوى، ولكن الموجه لانه اه
دكتور محمد راح الصوت صوت راح ده راحت الصوت والصورة العكس الآن الموجة الصوت مشكلة عندك لا يمكن تحديد الأكس بتاعها بدقة لأنه عن طريق الآن الصوت واضح أوضح يحصل تقطع أو لما بتقرب من المايك الصوت بيبقى واضح لما بتبعد بيحصل تقطع في شبكة الإنترنت إذا نحاول أن يتكلم يعني قريب من المايك مشكلة بالنت مش بالصوت نت أيوه نعم كده إذا استلزم الأمر نكتب معادلات أوكي واضح الآن ولا لا واضح واضح دكتور والآن واضح ولا لا؟ إذن فلو نجمع الصورتين مع بعض ما دام يعني ما يسمى الكون تاعنا هو بتقريب عنده يعني كل جسم عنده ازدواجية جسيم موجة فلو حاولنا أن نجمع الصورتين مع بعض ماذا نأخذ؟ يعني فرضا لو أخذنا موجة معينة وحاولنا أن نعملها لوكالايز يعني نعملها يعني أنه نحدد الموضع تاعها في مكان معين يعني الآن ماذا نعمل؟ لو ناخذ ما يسمى الموجة تاعنا هنا مثال هذه الموجة ونحاول انه يعني نحطها في موضع معين في سبيس يعني موضع معين في سبيس ماذا يحدث؟ الشيء الذي يحدث يجب ان نضع مجموعة تراكب من ما يسمى الأمواج يعني ما نحطش موجة واحدة نحط أمواج كثيرة علشان نعمل عملية localization فبالتالي ماذا نضع؟ نضع wave packet يعني مجموعة حزمة من الأمواج wave packet فهذه الأمواج يعني wave packets يعني كما نعلم أنه ما يسمى الآن الصوت واضح لأنه أصبح عندي confusion بالنسبة للصوت الصوت واضح الآن والصورة واضحة صوت واضح الآن نعرف إحنا أنه مبدأ فوري يعني فوري ترانسفورم أنه لما يكون عندنا موجة معقدة يعني ممكن هذه الموجة أنه يعني ما يسمى نقسمها إلى collection of wave يعني sine wave ولا plane wave يعني أنه ممكن إذا كانت عندي موجة معقدة كذا ممكن أنه تصبح هي مجموعة يعني أن نفصل الأمواج هذه ونكتبها على شكل مجموع تاع sine wave مثلا أو يعني plane wave الآن في هذه الحادثة يحدث العكس ماذا يحدث العكس؟ أني لو أردت أني أعمل localization فموضع يعني يعني كما قلنا أنه الموجة لا يمكن أن تعرف ما يسمى الموضع تاعها بدقة فلو حاولنا الآن أن نقوم بتموضعها في يعني مكان معين ماذا نقوم؟ نقوم بإضافة مجموعة أيضاً من ما يسمى من ساين ويف ولا من يعني لتسمى حزمة من الأمواج وكل ما أضفت ما يسمى موجة فإني أضفت لامدا فإني أضفت بي زخم فبالتالي كل ما حاولت أني أعمل ما يسمى أعرف أكس بتاع الويف بدقة أضيف مجموعة من المومنتم فأفقد ما يسمى الدقة في قياس الصوت يا دكتور صوت دكتور محمد والعكس صحيح وحاولت اني اعرف يعني وسع الصوت افقد ما واضح ولا الصوت واضح ممكن بس نعيد الجزء اللي فات ده عشان الانترنت قلت انه عندنا الامواج لما الامواج هي عاده الموجات يعني لا يمكن انك تعرف الموضع تاعها بدقه لانها موزعه على الفضاء ككل فلو اردت ان تحصرها ان تعرف ان يعني تعرف تو لوكالايز انك تعرف الموضع تاعها بدقه ماذا تعمل يجب ان تضيف مجموعه من الامواج فتصبح يعني حزمه موجيه كل موجة يعني عندها الزخم تحفي هل الصوت عصام واضح الآن ولا الصوت واضح الصوت واضح فبالتالي يعني كل ما تحاول أنك يعني تموضع ما يسمى موجة معينة وتعرف يعني الموضع تحفي بدقة فإنك تضيف مجموعة من
راح صوت. يعني حزمه من الامواج، كل موجه عندها الزخم تاعها فيه، فانت كل ما تحاول عصام. ايوه معك يا دكتور. الو دكتور محمد، تقطع الصوره مش عم تصل مظبوطه لنا. هو في فرق توقيت بين الصوت والصوره تقريبا، في ديلي ديلي. نعم في ديلي في ديلي. فكل ما تحاول انك تعرف الموضع اكس بدقه تاع الموجه، كل ما اضفت مجموعه من الامواج، كل ما اضفت الزخم، كل ما فقدت الدقه في بي، والعكس صحيح. كل ما أردت معرفة البي بدقة، فإنك يجب أن يعني توسع ما يسمى يعني الفضاء هنا، فبالتالي تفقد ما يسمى. دكتور يعني الدقة في العميق لمبدأ هايزنبرغ، ما يسمى جسيم. لو حاولت أنك تركب ما بينهم يعني دواليتي، يعني فإنك تفقد ما يسمى الانسرتنتي في قياس أحد يعني سواء الأكس أو البي. هذا يعني نقسمها كالآتي. عصام الآن الصوت واضح ولا لا؟ بيقطع. لا الصوت يعمل ديسكريت يا دكتور، بيتقطع. الظاهر استخدامك لفورير ترانسفورم ديسكريت، استخدم فورير ترانسفورم. الزبرنج بينطبق على دكتور محمد. لا هو بينطبق عليه في على صبوره وعلى صوت وصوره وكل. انا كان الوضع قبل هذا الجزائري الموضوع يعني عادي مع الانترنت، الان ما اعرفش والله. انا كما قلت اخر مره، انا استعمل احسن باقه في الجزائر، ولكن المشكلة تقطعات، لا اعرف من اين اتي. فاحنا نحاول انه نعمل اللي علينا. لو الواحد كان في كندا يعني كالمرات الماضيه، يعني عصام كان يتعامل معايا وكانت يعني السرعه ما شاء الله. معلش دكتور محمد، في عندي ملاحظة على اللي ذكرته، اسمح لي؟ عندي ملاحظة. طبعا انا كاني يعني كاني فهمت انت استخدمت اي ايكوال ام سي سكوير، وهذه من نظرية النسبية الخاصة سبيشال ثيوري اوف ريليتيفيتي، تمام؟ واستخدمت بلانك انرجي من الكوانتم ميكانكس ودمجتهم مع بعض، وصلت لعلاقة ما بين H و P. لكن أنا في اعتقادي في مبدأ أساسي اللي هو الانفيرينس برينسيبل اللي استخدمه ديراك لما وحد النسبية الخاصة مع الكوانتم، وظهرت أجمل معادلة هي ديراك إكويشن، وشكل الهايزنبرغ برينسيبل اللي ذكرته أنا قبل قليل في المعادلة هي رتفستيك هايزنبرغ برينسيبل، يختلف تماما عن اللي انت بتحكي فيه. فما اعتقدش بهالبساطه احنا بنبص ندمج النسبيه مع الكم في دراك، يعني اشتغل. فهمت وصلت الصوره؟ انا عارف، انا احاول ابسط للناس بعض المفاهيم. هذه ما يسمى النقاشات اللي احنا نتناقش فيها، او المحتوى اللي نقدمه لعامه الناس. اما بالنسبه للنقطه تاع كوانتم في الثيوري، انا لم اصلها. يعني انا الان كنت حتكلم على هايزنبرغ برينسيبل في ما يسمى في الكوانتم في الثيوري، في الجيج في الثيوري، و يعني لما يعني نضيف ما يسمى الجيج سيمتري، واخيرا في الكوانتم جرافيتي وسترينج ثيوري زي ما تكلمت. انا حاولت فقط اني اعطي صوره للناس، يعني انه لاندا تساوي اتش على بي، اللي هي العلاقه التي تربط ما يسمى اللاندا والبي. وحاولت اني اشرح ما يسمى العمق تاع هايزنبرغ برينسيبل، انه ليس يعني فقط يعني مبدا احصائي، لانه على حسب هذا السؤال، بل هو المشكله الاعمق يعني الفيزيائيه في هذا المبدا، يعني التي خرج هي دواليتي، يعني ما بين ما يسمى البارتيكل والويف. يعني هذه اللي حاولت اشرحه لحد الان. انا لما اتكلم على ما يسمى الريلاتيفيستيك كوانتم ميكانكس والدمج، صح ممكن انا قصدته يعني في العلاقات، ولكن لم يعني اصل الى ما ذكرته، يعني فانا قاعد امشي خطوه بخطوه. يعني دكتور أكرم لو سمحت. نعم شكرا على هذا العرض وعلى هذا المثال التوضيحي. أردت فقط أن أعرف رأيك، هل مبدأ الهايزنبرغ للارتياب
هل تعتبره أنت نتيجة أم مسلمة؟ مسلمة. ما رأيك؟ أنا فقط ليه أنا تكلمت بالموضوع من بطريقة الأخ الكريم محمد إبراهيم. الأستاذ هشام تكلم على الموضوع بطريقة عامة ورأيه في مبدأ هايزنبرغ بطريقة عامة، ثم الأستاذ عمار السكجي يعني تكلم على الموضوع أيضا بطريقة عامة واسترسل في الموضوع إلى غاية يعني اللوب كوانتم جرافيتي ولا سترينج ثيوري ولا غير ذلك. فأنا حاولت أني أجيب على سؤالك وبعض أعطي بعض الحاجات اللي هي لم تسألني يعني على الجزئية ما هو يعني رؤيتي الهايزنبرغ برينسيبل. فأنا كنت قاعد أكمل في الموضوع فقط. سؤال يعني إجابة على السؤال تاعك، قلت أنه هو نتيجة لعمق ما يسمى الويف بارتيكل دواليتي. صوت راح. صوت دكتور محمد. دكتور محمد أنا سامعك يا عصام، وأنت سامعني ولا لا؟ في تقطع شوي بس. الآن تفضل تفضل دكتور الآن. أكرم أكمل. فبالتالي أنت أعطيت فرصة يعني للأساتذة أكرم معلش الصوت عندك بيقطع. نعم الصوت بيقطع دكتور محمد، فما اعرفش ايه الحل يعني محمد. في رايك عاوز ادخل وأر... يعني اخرج و... يعني ادخل ولا ما هو الحل يعني محمد. تسمحوا لي بملاحظه بالله دكتور، تسمح لي بملاحظه؟ تفضل تفضل استاذ هشام تفضل تفضل استاذ هشام. ملاحظه انه اللي تفضل فيه الدكتور في الواقع ورد تقريبا بحذافيره في ورقة دي بروي أو في أطروحة دي بروي سنة 1924، اللي هو بالفعل دي بروي حط E بيساوي MC سكوات ويساوي H ضرب الفريكونسي. يعني دي بروي استعمل هذه المعادلة ومنها توصل لمعادلته المشهورة لامدا بيساوي H على P. فه يعني هذا في الواقع موجود في دي بروي سنة 1924 يعني اصلا موجود. ف يعني انا يعني في رايي انه يعني برضه اجابه عن السؤال انه هل هي مسلمه، لا هي مش مسلمه. الهايزنبرغ برينسيبل او ريليشن مش ليست مسلمه بدليل انه في التاويل بوم دي بروي بوم هي ليست مسلمة. مسلمات شيء مختلف. هو دي بروي بوم يعني بدأ هذا الانتربريتيشن من في الواقع من معادلة شرودنجر وعبر عن الساي كتبها ككومبلكس فانكشن ومنه استنتج معادلتين، واحدة للبارتيكلز واحدة للويفز سموهم البايلوت ويفز. وفي الواقع وهي ديترمينستيك 100% محددة المعادلات هاي، فيها بارتيكلز فيها ويفز. بعدين اشتقها بوم كواحدة من نتائج اللي مش جذرية، اشتق علاقة هايزنبرغ بوصفها نتيجة ليست جذرية من نتائج تأويله. الآن نفس الاشي حصل مع هايزنبرغ عندما اشتقها المعادلة، اشتقها في الواقع من نظرية الموجية ولكن أعطاها المعنى لكوانتوم ميكانيكال، اشتقها اشتقاق. وكما نعلم يمكن اشتقاقها من الكوميتيشن ريليشن اللي هي أساسية مش بس في الكوانتوم ميكانيكس وإنما أيضا في الكوانتوم فيلد ثيوري، يعني كوميتيشن ريليشنز. فأنا إجاب يعني أجيب بأنه ليست مسلمة، لا يمكن أن نبدأ بهذه لأنها تعارض يعني هذه المسلمة تعارض كل منطقنا، تعارض كل خبرتنا اليومية، لا يمكن أن نبدأ منها. هي في الواقع جاءت نتيجة حتمية للوصول إلى معادلات الكوانتوم ميكانيكس، بالذات معادلة شرودنجر معادلة هايزنبرغ وطبعا تعميم ديراك. فهذه أما اللي تفضل فيه الدكتور على اللوح الآن هي في الواقع عبارة عن يعني شرح لما جاء في ورقة دي بروي أو في أطروحة دي بروي عام 1924، بس حبيت يعني أوضح هذه النقطة.
اسمحوا لي تعليق. تعليق كلام دكتور هشام صحيح 100%. السبب التالي: نعرف ماكس بورن بوستوليتس، اللي هي فرضيات او مسلمات ماكس بورن للكوانتم ميكانكس، ست مسلمات، ومن هذه المسلمات لم يذكر مبدا عدم التحديد، وانما ذكر ست مسلمات انه هو الهرميشي اوبريتر والست المعروفات، السكس بوستوليتس في كوانتم ميكانكس ذكرها ماكس بورن، اللي هي تعتبر مسلمات لكوانتم ميكانكس. اي شيء اجى بعديها هو استنتاج واشتقاق منها. فباكد كلام دكتور هشام. نعم. انا في صوت مسموع الان يعني. نعم. في شيء فقط عاوز اوضحه، هذا الناس اللي لاحظتنا يعني مع تفاعلي مع الناس يفرقوش ما بين مبدا هايزنبرغ والعلاقه التاليه دي الأستاذ يعني الدكتور عمار ذكرها يعني وكتبها، وهم يعني ما يفرقوش ما بين هذه المسلمة يعني وما بين ما يسمى التي أتت بعدين كنتيجة وما بين هايزنبرغ برينسيبل. هي لما كتب الأستاذ صوت واضح لحد الآن. نعم. لما كتب اكس كيو ماينس كيو اكس اللي هي هنا أوبريترز يعني تساوي اي اتش بار اللي هي تكتب بعدين على انها الكيو هنا يعني في عموما نكتب بي يعني بي بي فتساوي اكس والبي يعني هي الكوميتيشن ريليشن تساوي اي اتش بار. يعني الناس يعني ما تفرقش في بعض الاحيان ما بين هذه ما يسمى يعني الكوميتيشن ريليشن، ما تفرقش ما بين مبدا هايزنبرغ يعني. لا، هذه معادلة هايزنبرغ، هذه كوانتم ميكانيكس اللي اكتشفه هايزنبرغ سنة 25. طبعا هذه مش الانسيرتينت ريليشن. سمح لي يا استاذ هشام، انا لم اتكلم، انا اقصد فقط انه هناك ما بين الخلط ما بين مبدا هايزنبرغ اللي هو اساس دلتا اكس دلتا بي اكبر او تساوي من اتش بار على 2، ولما يتكلموا عليه مسلمه يتكلموا ممكن يعملوا خلط ما بين هايزنبرغ بيكتشر. صحيح صحيح. نعم. وهي حقيقه هاي دكتور، هاي عباره عن اكستنشن لبوسين براكت في الكلاسيكال ميكانكس. طبعا لانه هاي دراك اكتشفها، هاي دراك احد الطرق. احد الطرق هي هايزنبرغ بيكتشر اوف كوانتم ميكانكس. ماذا تكتب؟ تكتب ما يسمى بواسون براكت الجبرا تاعك، هي بواسون براكت، ثم تعمل ما يسمى الكوانتايزيشن كانونيكال كوانتايزيشن للكوميتيشن ريليشن تاعك. صحيح. هذه اكتشاف من ديراك على فكره. ديراك اكتشف الانتقال من البواسون براكت للكوميتيشن ريليشن بول ديراك. فنعم يعني هذه هي الاساس، يعني هاي الكوميتيشن ريليشن حتى في الكوانتم ثيوري هي الاساس. نرجع لاسئلتنا. دكتور محمد حاج، بكرر يا جماعه الناس اللي ليها اسئله، الاسئله ممكن تكتبوها على الشات، لان في نهايه الميتنج هناخد الاسئله دي. انا متابعها يا صاحبي، متابعها. اوكي انا متابعها. متابعها بس انت دكتور حسين. طب حنا دكتور محمد حاج. ماشي حاضر حاضر. الان ننتقل الى سؤال اخر. هل مبدا اللايقين لهايزنبرغ يحد من دقه القياسات لبعض المقادير في ان واحد، ام انه مبدا ذاتي اساسي في الطبيعه مستقل عن القياس وجودة أدواته، مع العلم أن مبدأ هايزنبرغ يضمن استقرار الذرات أي عدم انهيار إلكترون على النواة، وهذا حتى بغياب القياس أو المشاهدة. أي مبدأ هايزنبرغ هل هو مبدأ يتعلق بالقياس والتجربة أم أنه مستقل عن المشاهدة؟ ما رأيكم يا سادة البروفيسورات؟ سؤال مطروح على عليكم، اللي عاوز يبدأ. أنا إذا بتريدوا إذا بتسمحوا لي تفضل. هذه قضية كبيرة إذا بتسمحوا لي. تفضل دكتور هشام. كبيرة فعلا، قضية كبيرة، إنه هل هو أنطولوجي، يعني مثل ما نستعمل باللغة الفلسفية هو أنطولوجي، يعني هل هو فعلا مبدأ أساسي من الطبيعة ولا له علاقة بعلاقتنا مع الطبيعة يعني بالقياس؟
طبعا في هناك من يؤيد فكرة انه هاي المسألة متعلقة بعملية، وحتى هايزنبرغ في ورقته عندما ذكر تجربته الفكرية الجدانكن اكسبيرمنت، في الواقع هايزنبرغ جاب سيرة الميكروسكوب انه مشاهدة الكترون عن طريق الفوتونات بالميكروسكوب، وانه وكأنها المسألة مرتبطة بعملية، مش بعملية موضوعية في الطبيعة، وانما هي كأنه موجود يعني مسألة متعلقة بالقياس بالطريقة التي نقيس بها المواضع والسرعة. ولكن أنا برأيي، أنا أميل إلى الرأي الأنطولوجي. المبدأ هايزنبرغ يقول إنه عندما يكون الموضع محدد تماماً للجسيم الكوانتمي كوانتوم بارتيكل، يكون عندما يكون محدداً تماماً فعلاً ما بكون إله مومنتوم محددة، بكون عنده يعني يكون له مومنتا يعني تمتد من اللانهاية إلى اللانهاية، يعني بمعنى آخر هذا طبيعته وليس مسألة قياس. يعني الجسيم عندما تحدد يحدد طبعا يحدد بالقياس، ولكن عندما يحدد موضعه المومنتوم تكون غير محددة 100% هيك طبيعتها، والعكس أيضا صحيح، يعني عندما تكون المومنتوم 100% محددة فيكون الموضع 100% غير محدد بالطبيعة. يعني هذا مرتبط بحتى فكرة الاحتمالية اللي طرحها ماكس بورن في تأويله لمعادلة شرودنجر. فهي في الواقع أنا أميل إلى الرأي إنه أنطولوجياً هذه العلاقة بتكون موجودة، بمعنى أن الجسيمات نفسها، الجسيمات هي شكل مظهر، هي مجرد مظهر من مظاهر شيء أعمق اللي هي تعبر عنها معادلة شرودنجر. فأنا أرى إنه المسألة يعني أفضل أن نسميه مبدأ هايزنبرغ للا تحديد وليس للا يقين، لأنه للا يقين تفيد التجربة وعلاقتنا مع الطبيعة، لكن لا، أنا أرى أنه هيك تشتغل الطبيعة. الطبيعة بتشتغل أنه ما في خصائص محددة 100% للجسيمات، ما في خصائص محددة، وإنما الخصائص تتغير حسب ما هو محدد. مثلا إذا حددنا البوزيشن نكون قد أزلنا تحديد المومنتوم، أو نفس الشيء بحالة الأنرجي والتايم. يعني المسألة متعلقة بالطبيعة وليست متعلقة بقياساتنا، لأنه يعني إذا اعتبرناها يعني ندخل البعد الذاتي في الفيزياء، إذا اعتبرنا أنه المسألة متعلقة بالقياس وليس بالطبيعة الجسيمات الكوانتمية، هذه هي الجسيمات الكوانتمية غير عن الجسيمات الكلاسيكية. الجسيمات الكلاسيكية شيء مختلف تماما. فأنا أميل إلى الرأي أنه هاي أنطولوجيا موجودة في الطبيعة، وأنه عملية القياس فقط أنها تظهر هذا السلوك الغريب عن تجربتنا المألوفة. حد لي تعليق من البروفيسورات؟ دكتور عمار، دكتور محمد أكرم. حقيقة بتفق، هي ذاتية من الكوانتم وليست قياسية. نعم، كلام طرحه دكتور هشام صحيح. نعم، دكتور محمد أكرم. محمد أكرم، نفس أنا أتفق مع الأستاذ هشام، هو كفى ووفى، ولكن كان فقط ممكن بعض الشيء يعني ممكن يخلق confusion للمستمع، لأنه الأستاذ هشام يعني لما في المرة الأولى تكلم على ما يسمى أنه علاقة مبدأ هايزنبرغ بكوبنهاجن interpretation، وإحنا نعرف أنه كوبنهاجن interpretation عندها علاقة ما يسمى بالobserver، يعني بعملية القياس. فممكن يعني، والآن يقول الأستاذ هشام أنها يعني ما عندهاش منفصلة عن القياس، فممكن يعني حدث بعض الكونفيوجن، ولكن يعني الأمر واضح. دكتور هشام التعقيب، يعني قصدي الأستاذ هشام كان ممكن فقط أنه لو حاول يوضح يعني الكلام تاعه الأول عن علاقة ما يسمى مبدأ هايزنبرغ، وأنه يعني مع كوبنهاجن interpretation of quantum mechanics التي عندها علاقة ما يسمى بالobserver وعلاقة ما يسمى الobserver بعملية القياس، ومن ناحية أخرى الآن القياس
نعم انا بدي اوضح نقطه. انا حتى الكوبنهاجن انتربريتيشن بدي انا يعني اعطيه تاويل مادي، يعني اقول انه مش المساله مساله ذاتيه، عمليه القياس برضه عمليه موضوعيه، يعني بمعنى انه هي انتراكشن الاهم، وهي كارلو روفالي بينها تماما انه المهم هون الانتراكشن. عندي ادوات قياس، اجهزه قياس، اكسبيرمنتال سيت اب، وهذا يتفاعل يعني مع الميكروسكوبيك بارتيكل، هو ماكروسكوبيك اوبجكت، لكن هذا التفاعل، هذا التفاعل هو الذي يظهر لنا، يعني نتيجه هذا التفاعل هي التي تظهر لنا، مش الـ يعني لا نستطيع نحن ان نرى الميكروسكوبيك بارتيكلز مباشره، وانما عبر ادوات القياس. فبالتالي هذا التفاعل هو الذي يظهر لنا الكوربسكولار سايد للرياليتي، للواقع. فانا اللي بعنيه انه حتى بالكوبنهاجن انتربريتيشن انا ارى انه المساله موضوعيه، كل ما هنالك انه عمليه القياس تظهر لنا هذه العلاقات الموجوده، هاي اللي عانيته. عندك قطع دكتور قصدك يعني الانتراكشن، يعني مع يعني انت تقصد على مبدا الديكوهيرنس، يعني الانتراكشن مع الانفايرمنت. نعم نعم، كانه نوع، ايوه بالضبط، لها علاقه بالديكوهيرنس بلا شك. نعم، يعني انا ببعد الاوبزرفر كليا بالمعنى الروحي، مثل هلا فيجنر حكى انه لا، كونشسنس هو الاساس وهو عنصر اساسي بالكون، وهذا الكونشسنس هو الذي يكسب الخصائص للجسيمات والاشياء. فقيل له اي كونشسنس، كونشسنس الانسان العادي ولا كونشسنس الفار ولا كونشسنس الاسد، ولا يعني في غموض كبير كان عند فيجنر وفون نويمان في هذه المسألة. أنا أقول لا، مسألة موضوعية، إنه أدوات القياس يعني نحن ندخل الجسيم في تفاعل مع ماكروسكوبيك أوبجكت، وهي وجهة نظر بور على فكرة، أنا أتفق معها تماما، هي التي تظهر جوانب من هذا البوتنشياليتي، من هذا المجال الاحتمالات الواسع، هي التي تنتقي شيء محدد. يعني قد يكون هناك عشوائية في الطبيعة، ولكن الطبيعة موضوعية، هاي اللي بعنيه، ليست ذاتية. أما قد يكون هناك عشوائية. أستاذ يعني سمح لي فقط، يعني وكلامك رائع جدا يعني، ودخلنا في أمورات أخرى، ولكن أنا عاوز أقول لك أنك أنت لما قلت المرة الأولى أنا مع كوبنهاجن إنتربريتيشن، كوبنهاجن انتربريتيشن ليس عندها جزء الديكوهيرنس، يعني اللي هي الانفايرمنتال يعني انتراكشن وبعدين الميجرمنت. يعني في الكوبنهاجن عندهم الكولابس اوف ويف فانكشن، وانه الاوبزرفر يعني الملاحظ هو كلاسيكال، يعني ماهوش كوانتم، يعني ما يدخلش ما يسمى يعني في، ولكن ما يسمى في ايفريت، يعني اللي هي ميني وورلد انتربريتيشن، يؤمن يشيل الاوبزرف انه في ما يسمى الديكوهيرنس اولا مع اللي هو الانتراكشن مع الانفايرمنت، ثم عمليه الميجرمنت يعني، ولكن يعني يعتبر ما يسمى الاوبزرفر انه كوانتم اوبزرفر، يعني انه الاوبزرفر في حد ذاته اوبي شرودنجر ايكويشن. يعني انت الان لما قلت انا مع ديكوهيرنس، يعني ديكوهيرنس في ما يسمى في الانتربريتيشن الموجودين على الطاوله، اهم اثنين الموجودين على الطاوله الديكوهيرنس ثم الميجرمنت، هي من يعني الفيتشرز او صفات ما يسمى الميني وورلد انتربريتيشن يعني. ولكن انت قلت في نفس الوقت انا مع كوبنهاجن، فهذه يعني انا اميل، نعم انا اميل للكوبنهاجن انتربريتيشن خصوصا مؤخرا، ولا اميل مطلقا للماني ويلز انتربريتيشن، بعتبر انه في مشكلات كبيره جدا، ولا مستعد انه يعني اعطيه اي كريدت. نفس الشيء البوم، كنت متحمس للبوم الديبروي بوم انتربريتيشن، لكن بعدين برضه وجدت انه في شيء مصطنع يعني، وبرضه في عندك نون لوكاليتي رهيبه، في عندك يعني كيف انت هالفيلد
الباك جراوند فيه كيف اسمح لي اسمح لي التفصيل. احنا عندنا في المحور القادم في اللقاء القادم هنتكلم في الانتربريتيشن بتاع ميكانيكا الكم كلها. اوكي فاحنا احنا طلعنا من الانسرتينتي برينسيبل انا في الانتربريتيشن لينا بس بالنسبه للدكتور بدي بس اسف ليك يا دكتور. انا افهم لا ابدا انا افهم الكوبنهاجن انتربريتيشن بطريقه معينه انه هو يعني الادوات القياس والاكسبيرمنتال سيت اب بور حكى انه كلاسيكال مش كوانتوم يعني تطيع الكلاسيكال ميكانكس. لكن الكلاسيكال ميكانكس هو عباره عن بالنهايه لما يكون عندي حشد كبير من البارتكلز يتحول لكوانتوم بيهيفير الكلاسيكال بيهيفير. فانا ما بشوف في مشكله كبيره في هاي الفكره انه مثل ما حكى بور انه انا عندي يعني ماكروسكوبيك كلاسيكال ادوات. انا بعتبر انه ما في هذا الحد الفاصل بين الكوانتوم والكوانتوم ميكانيكال والكلاسيكال بيهيفير. اعتقد انه الاثنين يعني ما في هذا الحاجز المطلق بينهما. ولكن انا اقول شو البارتكل لما تدخل في التفاعل مع ماكروسكوبيك اوبجكت هون بصير في عندي سلسله كبيره معقده من التفاعلات اللي بتعطيني نتيجه. انا في رايي السر يكمن في هذه السلسله الكبيره من التفاعلات اللي بتعطيني نتيجه. ولذلك انا بميل للكوبنهاجن انتربريتيشن والانتربريتيشنز الثانيه لا استسيخها كثيرا. ولكن كما تفضلت انه هذه ما دام انتم بتخصصوا جلسه خاصه لهي الامور ان شاء الله انه بتناقشوها بالتفصيل. شكرا استاذ هشام على الصوت. شكرا لك دكتور هشام. شكرا دكتور هشام. دكتور جميل ما شاء الله. دكتور محمد طرح السؤال كامل معنا. شكرا للدكاتره على هذه الافادات القيمه. الان السؤال يقول ما هي خصوصية علاقة ارتياب الرابطة ما بين الطاقة والزمن مقارنة بعلاقات الارتيابات الأخرى؟ والعلاقة ارتياب مقدمة على شكل هذه المتراجحة دلتا اي دلتا تي أكبر أو يساوي H بار على 2. ما هي خصوصيتها؟ لأن علاقات الأخرى الموضع والزخم لهم ما يقابلهم من مؤثرات operators، لكن هنا الزمن لا يقابله مؤثر. بالتالي ما خصوصية هذه العلاقة بالنسبة للعلاقات الأخرى؟ تفضلوا. ممكن هذا حقيقة جميل، يعني تسمحوا لي أجابه. فضل دكتور. فضل دكتور عمار. يعني رياضيا العلاقتين ممكن اشتقاقهم من بعض، يعني حقيقة ما في مشكلة. لكن دلتا اي دلتا تي ارتبطت بعمليات القياس اللي هي التجارب ستيرن جيرلاك اكسبيريمنت اللي هي قياس الانرجي والتايم. فبالتالي كونها بدايات ارتبطت العلاقه مباشره في عمليه قياس في تجربه ستيرن، فبالتالي هاي هي الخصوصيه اللي اعطت دلتا اي دلتا تي اكثر خصوصيه بهذا الامر، انها ارتبطت بالمجرمنتس في التجربه. شكرا لك دكتور عمار. لو اي من دكتور هشام او دكتور محمد اكرم عنده اي اضافه؟ دكتور محمد اكرم. انا مش عاوز ادخل لانه شوف انا لما يعني قاعدين تعملوا سكرول للاسئله في سؤال على آلين كونز والحاجات هذه، لانه الزمن في بعدين لما نشوف يعني في النون كوميتاتيف جيومتري يعني في الهندسه التبديليه خلينا في يعني نلاحظ انه كاين مشكله في موضوع الزمن، لانه بعدين يعني المهم ما نتكلمش في الموضوع هذا. ولكن ببساطه محمد اسمع. نعم نعم استاذ اللي قصدته بكل بساطه يعني as simple as it is. طبعا طبعا ما بيدخل في الزمن ومفاهيم، بس بكل بساطه انها ارتبطت في التجربه. That's it. يعني نحكي بستاندرد كوانتم ميكانكس. طبعا طبعا اسمحوا لي انا في عندي تعليق اذا بتسمحوا لي. تفضل دكتور. تفضل بروفيسور. تفضل دكتور. انا يعني بشوف مبدا هايزنبرغ وجزء في الواقع من مثل ما حكينا يعني يشتق من الكوميتيشن ريليشن. نعرف انه في عدد كبير من الكوميتيشن ريليشنز حتى بالكوانتم فيلد ثيوري. فحقيقه
يعني يمكن اشتقاق مبدأ هايزنبرغ لأي two incompatible parameters. نعم. يعني أو quantities. يعني هو مفهوم ال incompatible هاي اللي جاءت في الكوانتم ميكانيكس. incompatible parameters. وال x وال p ولا ال e وال t ولا psi d psi by dt في حالة الكوانتم فيلد ثيري ولا a creation creation operator وال annihilation operator. يعني في مبدأ هام عندنا بالكوانتم ميكانيكس incompatible parameters اللي مش موجود مطلقا في الكلاسيكال ميكانيكس، انه بالنسبة لكل الـ incompatible parameters التي لا نستطيع ان نحددها في آن واحد او نقيسها في آن واحد. هذه النقطة، ولذلك انا في رأيي العلاقة بين الـ energy والـ time صحيح انه الخصوصية اللي تفضل فيها دكتور عمار، ولكن في النهاية كل هذه العلاقات تنتمي إلى مبدأ أساسي في الكوانتم ميكانيكس اللي هو incompatible quantities, incompatible parameters. لأنه لما ننتقل للكوانتم فيلد ثيوري، ما هناك في عنا الـ annihilation and creation operators بيناتهم في برضو incompatible parameters. يعني في عنا compatible parameters, incompatible parameters. سؤال إنه هل فعلا نحن فاهمين تماما فيزيائيا هذه العلاقات؟ هاي موجودة في الكوانتم ميكانيكس. أنا يعني ما زلت بشعر إنه لم، يعني ما زالت هذه الفكرة، فكرة incompatible parameters، يعني شوي فيها غموض، لكن لا مفر منها. هذه مبدأ أساسي من اللي ذكرهم دكتور عمار، إنه في ست axioms للكوانتم ميكانيكس. هذه axiom أساسية في الكوانتم ميكانيكس. فأنا بشوف إنه كل هذه العلاقات تنتمي إلى مبدأ واحد اللي هو مبدأ الـ incompatible parameters، اللي هو غريب جدا. عندي الأخ عصام، يعني ما أعرفش إذا كان تسمح لي، هل يعني فيما يخص هذه العلاقة يعني من هايزنبرغ برينسيبل، هل يعني في الأسئلة القادمة هتتكلموا على أهميتها، مثال في الفيزياء النظرية عموما، مثال زي نظرية الحقول الكمية والجاذبية الكمية، أو ما فيش أسئلة في هذا الموضوع؟ فقلت على الأقل نعم هناك أسئلة. نعم دكتور أكرم، هناك أسئلة في هذه المواضيع. أوكي، حاليا بس هناخد بعض أسئلة الجمهور عشان الجمهور ما يملش مننا، ناخد بعض الأسئلة نطرح على الشات. تفضل يا مستر حسين. تمام، أول سؤال، ما علاقة اللهم صل على النبي، سؤال بس لحظة واحدة بس هيجيب السؤال. تمام، من الأخت إيمان الخطيب بتقول شكرا جزيلا على المحاضرة المثمرة. بدي أسأل سؤال، ما علاقة معادلة هايزنبرغ بالثقوب السوداء؟ تفضل حضرتك. ما علاقة معادلة هايزنبرغ بالثقوب السوداء؟ على ما أظن الأستاذ عمار سكجي يعني في البريزنتيشن تاعه لما نحكي عن، بدناش احنا زي ما حكوا منظمين هذه المحاضرة، احنا بنحكي عن الكوانتم ميكانيكس، ستاندرد كوانتم ميكانيكس حقيقة. لكن لما نحكي عن الثقوب السوداء بنحكي عن كوانتم جرافيتي، وبنحكي عن الثيرموداينامكس والانتروبية او الانتروبي، الهوكينج راديشن، نحكي عن كوانتم جرافيتي، بتصير شكل الهايزنبرغ في الهاي انرجي والهاي انرجي سكيل والمينيمم لينث بتصير مختلفة، بنضيف لها تيرمز اخرى اللي حكيناها قبل قليل اللي هو بيتا ديفورميشن فاكتور وشغل زي، تختلف. نعم تختلف قليلا، وهناك حقيقة صيغة بلاك هولز اند هايزنبرغ حطيتها في احد السلايدات يعني قبل قليل، ومشروحة طويلة يعني موجودة. نعم هناك علاقة باختصار طبعا. تشكر دكتور، تشكر دكتور عمار. في السؤال الاخير بقى من الجماهير، معليش والله اسمحوا لي هذا السؤال. تفضل. علاقة انه الهايزنبرغ انسرتينتي برينسيبل هو اللي بيحدد الفاكيوم الفراغ او الخلاء، يعني هذا الخلاء ليس خلاء وانما يعج بالفيرتشوال بارتكلز، فلما يتفاعلوا الفيرتشوال بارتكلز مع الايفنت هورايزن تبع البلاك هول
يعني أفق الحدث البلاك هول، يصير في تفاعل بين أفق الحدث وبين الفاكيوم الكوانتوم فاكيوم، وهذا يؤدي إلى الهوكينج راديشن، إلى الهوكينج راديشن إلى تبخر البلاك هول حقيقة. فهي علاقة قوية جدا، أن الهايزنبرغ برينسيبل هو الذي يقودنا إلى الكوانتوم فاكيوم، فيتفاعل الكوانتوم فاكيوم مع الإيفنت هورايزن، وهذا هو الذي يعطينا الهوكينج راديشن. أنا يعني هكذا أفهمها. ولكن next step، الخطوة اللاحقة بالتعمق اللي ذكرها الدكتور عمار، بس يعني ببساطة إنه الهايزنبرغ انسرتيتي برينسيبل بعطينا الكوانتوم فاكيوم التي تتفاعل مع الإيفنت هورايزن، وهذا يؤدي إلى الهوكينج راديشن. شكرا. شكرا لك دكتور هشام. شكرا لك دكتور هشام. ننتقل للسؤال الأقرب. تفضل دكتور محمد. دكتور محمد. دكتور محمد داكم. إن يقصد استاذ هشام يعني الشرح هذا أنه ممكن يعني في هذا هو اللي قلت أهمية العلاقة الثانية، أنه لو نكتب نحن دلتا تي في دلتا تي اللي هي العلاقة السالفة ذكرها، ونقارنها بكلام الأستاذ يعني هشام، يعني أنه يعني فيما يسمى والكلام تاع الأستاذ عمار أيضا، فنحن ما يسمى هاوكينج لما حسب الراديشن بتاعه يعني تاع البلاك هولز استخدم ما يسمى الكوانتم ميكانيكس إن كيرف سبيس تايم، يعني واحتاج أيضا مفهوم الكوانتم في خلاص اللي هي نظريه المجال. دكتور محمد الانترنت قطع عندك دكتور محمد. ما بين يعني ميكانيك الكم الغير نسبي وما بين نسبيه، هذا الهايزنبرغ الخاص بطاقه دلتا اي يعني دلتا تي اكبر او تساوي من اي اشبار على 2، فنرى انه في زمن قصير جدا في مجال زمني قصير جدا يحصل كرييشن في الفاكيوم ل يعني كتل، يعني يحصل كرييشن وانيليشن للماس في الفاكيوم، وهذا اللي كان يتكلم عليه الاستاذ هشام يعني علاقه هايزنبرغ. نعم صحيح يعني فيما يسمى في يعني الفراغ. شكرا. طيب في سؤال ثاني، في سؤال تاني من الأستاذ عبد العزيز البرغوثي بيقول في علاقة هايزنبرغ يتم الرابط بين مومنتم سبيس والبوزيشن سبيس، فماذا يعني ذلك لأن على الطرف الآخر بيكون فيه ثابت؟ أستاذ عبد العزيز البرغوثي اللي عاوز يفتح الكاميرا نفتح له الكاميرا. معلش أشرح، معلش أجاوب على السؤال هذا ولا لا؟ دكتور محمد. أوكي دكتور محمد. الو تسمعني؟ الانترنت بيقطع. يا ريت لو الصوت، المشكله يا ريت لو السائل يسال بصوته. نعم هل ممكن السائل يسال بصوته؟ تفضل تفضل استاذ برغوثي اطرح سؤالك. عبد العزيز برغوثي تفضل، استاذ عبد المايك يا اخوان. افتح له المايك. نعم افتح له. حاضر فتحت له. تفضل. مع السلامه وبركاته. تفضل. اشكر الاستاذ بالاول على هذه المحاضره القيمه، وسؤالي في عجاله يعني هسه في علاقه الانسرتينيتي برينسيبل بين المومنتم سبيس والبوزيشن سبيس، احنا بنعرف دلتا بي دلتا اكس اقل او يساوي اكبر او يساوي اتش بار على 2، ف يعني كيف بنفسر هاي العلاقة بين التو سبيسز هذولا كونها مربوطة في ثابت؟ هذا هو سؤالي بس. أو أنه ممكن أنه أكون فاهم غلط؟ أكيد طبعاً. تفضل أستاذ. الأخ عبد العزيز، أنت ما يسمى لما نعرف إحنا الفيز سبيس، الفيز سبيس نعم هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن في فانكشن أوف بوزيشن، صح ولا لا؟ صحيح. فلو نرسمه نحن يعني نرسم الاكس هذا بدلاله البي اللي هو الفيس سبيس، وناخذ نقطتين على الاكس اللي هي اكس 1 وعندنا اكس 2، فعندي ما يسمى هذا هو دلتا اكس اللي هو ما يسمى اكس 2 ماينس اكس 1، صح ولا لا؟ وناخذ نقطتين على البي
الصوت يا دكتور محمد. محمد الصوت الانترنت دكتور محمد والله ياه الصورة وقفت عنده الصوت بيحصل دليش دكتور محمد غابة كليا دكتور محمد للأسف وكذا خرج. طب لما يعود دكتور أكرم والنت تكون في صالحه يمكن البروفيسور عمار أو بروفيسور هشام يدلوا بدرويهم في الإجابة على هذا السؤال. والله أنا إذا بتسمح لي أنا ممكن أجاوب لأنه اشتغلت أنا على مسألة الفيس فيس في كلاسيكال ثيوري وبالكوانتم. تفضل بسبب الهايزنبرغ أنسرتي برنسبل لا يمكن بناء فيز سبيس حقيقي في الكوانتم ميكانكس. يعني بالكلاسيكال ميكانكس عندنا فيز سبيس في معادلات الهاملتون جاكوبي إكويجن إلى آخره اللي بتنطبق على هذا السبيس، لأنه أحدد أنا الستيت الكلاسيكال ستيت بالبي كيو، يعني مجموع البيز ومجموع الكيوز وهدول كومباتبل with each other. بالكلاسيكال بالكوانتم ثيري ما في عندي أنا فيز سبيس، لأنه لا يمكن إنه أبني سبيس من البيز والكيوز لأنهم إنكومباتبل بسبب هايزنبرغ أنسرتينتي برينسيبل. إنكومباتبل يعني بركبوش على بعض، خلينا نحكيها بالعامية بركبوش على بعض. ولذلك في محاولة جرت مشان التوفيق مشان تعريف نوع من الفيز سبيس في الكوانتم ميكانيكس اللي عمله فيجنر يوجين فيجنر سنة 1932 افترض وجود PQ space وطلع معادلة تسمى الفيجنر equation اللي هي تعميم للوفل equation. في عندي الوفل equation تعميمها الفيجنر equation اللي هي فيها الإكواجن في Wigner distribution function which is a function of P and Q، لكن بعطيني negative probabilities. يعني في إشكالات كبيرة في الانتربريتيشن، مع أنه في له استعمالات كبيرة Wigner distribution function والWigner equation خصوصا في ما يسمى الترانسبورت theory، نظرية الانتقال في السوليدز وفي السيمي كوندكترز وكذا. في عندي أنا الفيجنر ديستريبيوشن فانكشن وعندي الفيجنر إكواجن اللي هي أن إنتجرو ديفرنشال إكواجن، يعني مش بس ديفرنشال إكواجن، هي إنتجرو ديفرنشال إكواجن وحلولها ممكنة، ولكن المشكلة الكبرى في تأويل الديستريبيوشن فانكشن تبع الفيجنر. فهذه محاولة كانت لتخطي هذا الإشكال في الكوانتم ثيري، ولكن بعتقد أنه كان فيه يعني مصطنعة أكثر منها محاولة حقيقية، فهم incompatible ولذلك لا يمكن تعريف phase space في الكوانتم كانس. هذا ردي على الأستاذ عبد العزيز. معلش بس تسمح لي مداخلة، إذا بنتذكر البوم quantum mechanics interpretations اللي هو بيعتمد trajectories وإيش هو عبارة، أخذوا expectation value للposition والexpectation value للmomentum اللي هي expectation ورسموهم مع بعض، رسموا expectation هي بوم interpretation trajectory، فهي تقريبا لا تسمى phase لكن تسمى trajectory، سموها بالquantum trajectory اللي هي expectation value لx والexpectation value للmomentum، وهي موجودة أحد التفسيرات في الكوانتم ميكانيكس. نعم. شكرا لك دكتور عمار. نكمل أسئلة دكتور محمد. هفتح المايك للدكتور محمد. دكتور محمد. دكتور محمد. ظهر. فتحت له المايك. هل أطرح السؤال أم نعود للدكتور أكرم؟ ونخلي يكون معه ودخل معنا الآن. عندي. فتحت له المايك. تفضل. دكتور أكرم.
تفضل. لا خلاص في مشكلة في الإنترنت. أخ عبد الله البرغوثي ما زال معايا ولا؟ موجود تفضل. موجود موجود تفضل. أنت كده مايك من غير صورة يا دكتور. كما كملت يعني فقط الحتة هذه أنه في البيس بيس عندك دلتا إكس وعندنا دلتا بي، فماذا يعني يكون مبدأ هايزنبرغ؟ دلتا إكس مضروب في دلتا بي ماذا يساوي؟ ماذا هو يمثل دلتا إكس دلتا بي؟ دلتا إكس هو هذا اللي هو ما يسمى العرض، وعندك ما يسمى الطول. إذا عندنا مربع هنا، المربع أو خلية سل خلية في فيس سبيس، الطول تاعها دلتا إكس والعرض ما يسمى الطول دلتا بي والعرض دلتا إكس. فعندي طول مستطيل، هذا هو الطول تاع المستطيل هذا. ماذا يجب أن يكون مساحته؟ لأنها مساحة هذا المستطيل يجب أن تكون أكبر أو تساوي من h بار على 2، يعني المينيمال سيرفس في ما يسمى في البيس سبيس يجب أن تكون h بار على 2. فما طول أصغر مسافة يجب أن تكون في البيس سبيس على حسب هايزنبرغ برينسيبل يجب أن تكون h بار على 2، يعني هذه المسافة يجب أن تكون h بار على 2 فما طول. فأنت عادة عندك ما يسمى السبيس العادي هو متكون من مجموعة من النقط، لأن النقاط ما يسمى المساحة تحت تساوي صفر. الآن على حسب هذا ما يسمى يعني المبدأ، أصغر مساحة فيما يسمى في الفيس سبيس أصبحت يعني مستطيل أو خلية. إذا الفيس سبيس تاعك على حسب ما هذا المبدأ أصبح يتكون من مجموعة من الخلايا، مجموعة من المربعات أصغر مسافة فيهم هي h بار على 2 فما طول. فأصبح ما يسمى الفيس سبيس تاعك هنا ما هوش يعني زي ما تقول أنت مستمر، يعني أصبح يعني بطريقة أخرى أصبح ديسكريت، يعني أصبح ديسكريت يعني أصبح هو مجموعة من الخلايا، كل خلية الطول تاعها المساحة تاعها h بار على 2. هذا هو المعنى يعني الهندسي تاع ما يسمى تاع هايزنبرغ برينسيبل في الفيس سبيس. تفضل دكتور محمد حاج. عبد العزيز البرغوثي يعني أجبت على سؤالك يعني. شكرا لك دكتور محمد. تفضل دكتور محمد حاج. شكرا لك دكتور محمد أكرم. الآن لدينا سؤال يخص النهاية الكلاسيكية، أي الممر من العالم المجهري الميكروسكوبي أو علاقات الكوانتوم إلى العالم الكلاسيكي. المخطط البياني التالي يوضح الحد المفروض على الانحراف المعياري dispersion بخصوص كل من الموضع X والسرعة V بإدراج كتلة الجسيمة ما يسمى بمتباينات أو علاقات التي استنتجها كينارد وبعده فايل سنة 1928 موضحة في هذه العلاقة. المخطط هو كالتالي: علاقات الارتياب تقسم المستوي إلى ثلاث مناطق مساحة، بحيث يكون الارتياب في X جدا الارتياب في V أكبر أو يساوي H بار على 2 أم، وهي المنطقة المسموح بها كموميا. أما عندما نكون في البيان الأحمر تتشبع العلاقة وتصبح مساواة سيجما X سيجما V يساوي H بار على 2 أم. أما في المنطقة 2 فهي المنطقة الممنوعة أو المحرمة كموميا، بحيث لا يمكن أن يكون دقة القياس في X والسرعة أقل من H بار على 2 أم. عندما نذهب إلى المستوى العياني المستوى الماكروسكوبي كتلة الجسيمة تكون معتبرة، وبالتالي H بار على 2 أم سوف يكون يقترب إلى الصفر، ومساحة المنطقة المحرمة كموميا تؤول إلى الصفر، وبالتالي العلاقات التي تعبر عن اقتران الارتياب في X و V سوف تصبح الاقتران بينهما منفصل، بمعنى لا يوجد منطقة محرمة كموميا. السؤال الآن: هل هذا الاستدلال هو تبرير كافي لاختفاء اللا يقين على المستوى العياني ما يسمى بالنهاية الكلاسيكية؟ وهل عالمنا العياني هو فعلا حالة خاصة من العالم الكمومي،
أم هناك انقطاع قوانيني بين العالمين الكمومي والكلاسيكي؟ تفضلوا سادة بروفيسورات. ألو دكتور محمد. في حبجة أنت خرجت دكتور عمار. هل ما في مشكلة حقيقة؟ هل السؤال واضح بروفيسور عمار؟ السؤال واضح. نعم نعم السؤال واضح، وحقيقة معروف يعني بداية H bar goes to zero في الكوانتم equations بتشير إلى الكلاسيكال هاملتون جاكوب equation. يعني الآن لو رجعت الاشتقاق، الاشتقاق الرئيسي لشرودنجر equation أحد الاشتقاقات من مبدأ كلاسيكي لهاملتون جاكوب theory. الآن لو أخذت شرودنجر equation وأخذت الليميت ل H bar goes to zero هترجع للكلاسيكال equations. فبالتالي نعم نعم ممكن انتقال من الكوانتم ستيتس إلى الكونتينيوم ستيتس أو العالم المجهري. هاي واحد. اثنين، ممكن نفهمها بطريقة مختلفة في الكوانتم ليفلز. الآن لما تحكي عن في الهيدروجين أتومز، لما H bar تكون صغيرة جدا تقول الصفر، بصير الديستانس بين الستيتس متقاربة جدا جدا وبصير كونتينيوم. وطلع مثلا الهيدروجين أتوم أول الستيت بتكون منفصلة discrete states، لكن بالستيت العليا بتكون عبارة عن continuum اللي هو classical limit. وهي أمثلة كثيرة جدا بالهارمونيك أوسيليتر بالpotential، طلع في البدايات البotential بيكون عبارة عن discrete levels، بعدين في higher energy بصير عبارة عن طبعا higher energy من دون أي تأثير خارج، بحكي عن standard quantum mechanics. نعم نصل إلى classical limit. نعم ممكن. وهل هو كافي بروفيسور عمار هذا الممر؟ يعني مقنع. نعم بالنسبة لي نعم أوكي كافي، لأنه هاي مبدأ عام بالكوانتم. إذا كان in general H bar cos 0 بتطلع الكلاسيكال ليميت. لكن حقيقة كمنهجية عامة الكلاسيكال ميكانيكس هو مبني على مفهوم لابلاس ديترمينستيك فيلوسوفي، الفلسفة الحتمية، إنه ما في إشي اسمه uncertainty في قياس X بيأثر على B. فبالتالي uncertainty بقياس B ممكن تكون بدقة عالية، وV بنفس الدقة. فبينما الكوانتم ميكانيكس إشي احتمالي، فبالتالي المبدأ مختلف، لكنه بالليمت الرياضي يصل إلى ذلك كمعادلة رياضية، لكن كمبدأ مختلف. شكراً بروفيسور عمار. تفضل بروفيسور هشام. بالإضافة اللي تفضل فيه دكتور عمار، طبعاً رياضياً كما تفضل سهل، يعني الانتقال الـ H تخليها تقترب من الصفر، وبالتالي معادلاتك يعني ممكن حتى الحصول على معادلة قانون نيوتن الثاني من معادلة شرودنجر إلى آخر. البراكتس هدول الكوميتيترز بتحول للبوسان براكتس بالتالي لمعادلات الكلاسيكال ميكانيكس. هاي رياضيا، ولكن مفاهيميا في اشكال، انه وهذه هي اللي خلت افرت ينتج تاويله الماني وورلدز انتربريتيشن، لانه يعني معادله شرودنجر اولا معادله ديترمينستيك، وهي ومعادله ابدا ديترمينستيك ومرتبه وما فيها مشكله، العالم يطيع معادله شرودنجر، لكن عالمنا الملموس لا يطيع معادلة شرودنجر. يعني بيصير في قطع، كأنه عندما ننتقل إلى العالم الجاهري، عالم المجرمنت اللي بنحصل عليه من المجرمنت، يعني الانتقال من هاي الديترمينستيك والبروبابليستيك إكويجن، هي ديترمينستيك وبروبابليستيك، هي ديترمينستيك بمعنى الستيت، الويف فانكشن إز ديترمينستيك لكن هي بروبابليستيك. الانتقال من هذه السموث إكويجن لا العالم المحسوس، عالم المجرمنت اللي هو نون لينير، هذه اللي بيعتبروها مشكلة كبيرة، المجرمنت بروبلم في الكوانتم ميكانكس. كيف الانتقال هاي؟ على فكرة ستون هارول دائما معروف دائما كان يأكد على هاي النقطة، كيف ننتقل من هون لهناك؟ هذه فيها إشكال. ولذلك اقترحت، طبعا هي فيها الويف فانكشن كولابس اللي هي فكره غير فيزيائيه، يعني عمليه الميجرمنت بتخلي الويف فانكشن تبع شرودنجر
اللي كان ماشي بيصير فيه قطع، بطل يطيع معادلة شرودنجر وبنهار الويف فانكشن لحظيا. يعني فيها إشكالات أنا في رأيي من ناحية كونسبتشوال، لكن من ناحية رياضية اللي تفضل فيه دكتور عمار طبعا بحل الإشكال. بس أنا في رأيي الميجرمنت بروبلم قائمة، وهي اللي خلت يصير في تأويلات بما في ذلك أفرت، اللي هو اعتبر أنه تغلب على مشكلة الميجرمنت بروبلم، وأنه تكلم أنه الحقيقة الوحيدة عندي هي شرودنجر إكويجن، بالتالي كل احتمالات تتحقق عن طريق عوالم متنوعة. ولكن الكوبنهاجن انتربريتيشن مشكلة، الانتقال من العالم المجهري أو العالم الكوانتوم للعالم الكلاسيكي بعتقد في إشكال مفاهيمي بعدهم بناقشوا فيه، وطلعت محاولات للتغلب على هذا الإشكال. بس ربما في ندوة قادمة أنتوا لما تتناولوا التأويلات لكوانتوم ميكانيكس ممكن تدخل في تفصيلات هذه. طبعا هيبقى لنا انتربريتيشن كلها. دكتور محمد اكرم انت خرجت طبعا، انت يعني عارف السؤال؟ عرفت السؤال؟ لا لا عارف السؤال، وسمعت يعني الاستاذ عمار وسمعت الاستاذ هشام ايضا. يعني كتعقيب فقط اخر، يعني الاستاذ عمار كيف وفى بالناحيه الرياضيه ايضا، والاستاذ هشام يعني اضاف المعنى انه الانتقال من ناحيه القياس يعني من ناحيه كونسبتشوال يعني شويه صعب. فقط يعني على يعني المحاولات الأخيرة الحديثة التي تكلم عليها الأستاذ هشام مثال في الميني وورلد انتربريتيشن في الإفرت، يعني فهم قاعدين يحاولوا أنه ننتقل أنه نبدأ الكون تاعنا ككل، يعني نبدأ ما يسمى بالكوانتم ميكانيكس ثم نعمل أنه الكلاسيكال ميكانيكس. صوت ده الصوت يا دكتور محمد. صوت الانترنت دكتور محمد بس الصورة كنا حابين نسمع الإجابة. اشتق من ما يسمى الكوانتم ميكانيكس، فكيف ذلك يعني ماذا دكتور محمد؟ أنا واضح دكتور محمد الصوت عندك والصورة انقطع، والصوت بينقطع مع الصورة. الصوت الان صوت واضح ولا لا مع الصوره؟ يعني الصوت واضح. الصوت واضح الان. فقلت فقط ممكن نتكلم على التاويلات في يعني الحصه القادمه، ولكن يعني تلميح فقط على ما قاله الاستاذ هشام في تبني الميني وورلد انتربريتيشن في الذهاب من انتقال من الكوانتم ميكانكس الى الكلاسيكال ميكانكس. بعض الناس حاليا تؤمن انه ممكن نبدا من الكوانتم ميكانكس ثم القوانين بتاع الكلاسيكال ميكانكس بما فيها يعني قوانين الجاذبيه تاع اينشتاين ايمرجز من قوانين الكوانتم ميكانكس عن طريق مفهوم الانتانجلمنت. لانهم ماذا راوا؟ يعني انه الانتانجلمنت هو مفهوم كمي، وانه عن طريق الانتانجلمنت التشابك الكمي ممكن يعني انه نحدد المسافه ما بين نقطتين في الفاكيوم. اذا فالانتانجلمنت يعني يكافئ space time geometry of space time، وفي نفس الوقت الانتانجلمنت يعني يكافئ ما يسمى الانرجي، لانه كل ما زدت للفاكيوم انرجي كل ما كسرت الانتانجلمنت ما بين الريجن اوف سبيس تايم. اذا فالانتانجلمنت مكافئ للجيومتري اوف سبيس تايم، وفي نفس الوقت الانتانجلمنت مكافئ الى الانرجي. فعن طريق علاقه تعدي ماذا نستنتج؟ نستنتج انه الجيومتري اوف سبيس تايم تكافئ الانرجي، وهذا ما تقول لنا يعني معادلات اينشتاين في النسبيه العامه. اذا ممكن نبدا من شيء يعني اللي هو الانتانجلمنت في الكوانتم ميكانكس، ونخرج ما يسمى الى شيء كلاسيكال اللي هو يعني معادلات اينشتاين وغير ذلك. يعني فقط هذه كلمحه، ممكن نتكلم عن ذلك في التاويلات تاع كوانتم ميكانكس في الحصص القادمه ان شاء الله. شكرا لك دكتور محمد. احد عنده اضافه؟ دكتور هشام، دكتور عمار. لا انا بس بشكر الدكتور محمد على هذه الاضاءه. يعني تمام. دكتور محمد حاج، دكتور محمد حاج السؤال اللي بعد كده. دكتور محمد
خرج ولا ايه؟ دكتور محمد كان انقطع اتصال فيه. هو بيقول عنده مشكل في النت. اطرح سؤال طيب من الجمهور يا عصام. اطرح سؤال من الجمهور على الشات لو تفضل. حاضر 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 تفضل. طيب تفضل حسين تفضل سؤال معلش جه. في سؤال مهم جدا من الاستاذ احمد عصام بيقول ما الفرق بين معادلات هاملتون جاكوبي ومعادلات هاملتون؟ كذلك ما الذي تقدمه نظرية الجروب سيري لميكانيكا الكم؟ هذا خارج تماما على ما يسمى النقاط يعني الحلقة، ويعني الأساتذة يعرفوا أنه هذا الموضوع يعني أدفانس، فإذا لو تسمحوا أنتوا المنظمين هل لأنه هذا خارج نطاق يعني تمام تمام ناخده في حلقة قادمة يعني ناخده في حلقة قادمة ناخده في الكوانتم فيلد ثيوري ناخده في الكوانتم فيلد أوكي طالما يتكلم عن سؤال تاني جروب ثيوري تمام. في سؤال تاني برضو مهم، هل مؤثر من الأستاذ محمد القويلي تقريبا، هل مؤثر الزخم مؤثر الموقع الوالي هل مؤثر الزخم ومؤثر الموقع ينتميان لنفس الفضاء أي نفس فضاء هيلبرت، وكيف يمكن تفسير علاقة التبديل بينهما؟ هفتح له المايك أجاوب ويعني وإلا تفضل دكتور تفضل. يعني انت لما تكتب ما يسمى السبوره واضحه ولا لا؟ المشكله في الصوت، لما بتبعت يا دكتور الصوت بيقطع، الصوت لما تبعت يا دكتور محمد بيقطع يعني لو ما نكتبش، لانه الكتابه الذي ذكرها يعني تحتاج كتابه، مستحيل يعني الا اذا يعني هو يتخيل، فممكن نتكلم يعني بدون كتابه. حاول تشرحها له كده، حاول تشرحها له ببساطه دكتور عشان الصوت ما يقطعش. بس انت ما يسمى مدام الشخص، انت الاكس والبي يعيشوا في هيلبرت سبيس، ويعني من خلال العلاقه التي كتبناها اللي هي التبديل، لان كنت اللي ذكرتها علاقة تبديل ما بين XP تساوي IH bar، فالX والP هما مؤثرات operators يعني، والrepresentation تحم التمثيل تحم هو عبارة عن مصفوفة يعني في هيلبرت سبيس، هما مصفوفات في هيلبرت سبيس ويعني واللي هما linear transformation. فأنت ما هو المفهوم تاع ما يسمى XP minus، لأنه لما تكتب الcommutation relation ما بين XP تساوي IH bar ماذا بالتعريف ما هي؟ هي XP ناقص PX صوت دكتور محمد. دكتور محمد ضاع الصوت. الصوت ممكن مشكلة في النت عنده بصراحة، مشكلة في النت حتى هو برضو دكتور محمد حاج مش عارف يدخل. يرجع صوته، ممكن نعلق حتى يرجع صوته. اوكي هو حتى من سمعنا دكتور محمد ما فيش اتصال معه. اكس عندها تفضل دكتور هشام. يعني الفكرة الدكتور محمد بس انه هيلبرت سبيس طبعا انفينيت سبيس المعرف عليه كل لينير هرميتيان او هرميشيان اوبريتورز. انتوا لاحظوا انه الكوانتم ميكانكس كل الاوبزرفبلز بنمثلهم بهرميشيان اوبريتورز، بعرفش بالعربي مؤثرات هرمتية، linear hermitian أو hermitian operators، سواء كنا نحكي عن x ولا p ولا energy ولا time ولا angular momentum، كلها معرفة على الهيلبرت سبيس في الواقع، وكل واحدة إلها eigen values تبعها، يعني كل operator إله ال eigen values تبعها، وممكن نحن نبني ما يسمى البيسيز في الهيلبرت سبيس. ممكن يكون أنا عندي البيسيز المومنتوم eigen states، ممكن يكون عندي البيسيز تبعي ال position eigen states، ممكن يكون عندي ال angular momentum eigen states،
بس كلها معرفة الأوبريترز لينير هرمتيان أوبريترز كلها يعني الأوبزيرفابلز أوبزيرفابلز كلها محددة وموجودة في معرفة على الهيلبرت سبيس. فبالتالي نعم يعني الهيلبرت سبيس يضم كل هذه الهرمتيان لينير هرمتيان أوبريترز. يعني هذا الإجابة عن السؤال اللي تفضل. سؤال السلام عليكم، هل يعني الصوت مسموع الآن ولا؟ الصوت مسموع، تفضل. قلت أنه يعني ممكن أنا ما سمعتش الأستاذ يعني ولكن كما قلت أنه أنت ما يسمى الأكس هي linear transformation اللي هي مصفوفة والبي هي linear transformation مصفوفة، فلما تعمل جداء أكس بي أنت تعمل تضرب two linear transformation أو تعمل two linear transformation في الفضاء تاعك وتشوف ما هو الثابت، ما هم الأشياء التي بقيت ثابتة في هيلبرت سبيس، هذه هي راح تكون الايجن ستيتس، ثم تلاحظ التمديد سكيلينج تاع هذيك الفيكتورز الثابتة، هذه هي الايجن فاليوز، ثم تعمل العكس تعكس اللينير ترانسفورميشن، يعني تبدأ بالاكس بي ثم بالبي اكس، ثم تلاحظ هل الايجن ستيتس اللي راح يشكلوا لك بيزس هما نفسهم ولا لا، بحاله الاكس والبي ما همش راح يكونوا نفسهم. زائد انه هذه ما يسمى الصوت مسموع، مسموع تفضل. زائد انه هذه العلاقه اكس بي تساوي اي اتش بار هي التي تفرض انه هيلبرت سبيس يجب ان يكون انفاينايت دايمنشنال. لماذا؟ باختصار لو كان في السبوره، لانه انت يعني لما تكون اكس بي يعني من السبوره دي السبوره دي بتعمل مشاكل حركته غير يعني بتاثر على النت اصلا ما اعرفش ايه انت محمد خلاص يا عصام اطرح السؤال اللي بعد كده عشان الوقت بس. طيب انا اطرح السؤال اللي بعد كده. ده السؤال اللي بعد كده بيقول لي يعتبر جبر هايزنبرغ او ما يقابله من فضاء الطور الكمومي اول مثال تاريخي قدمته فيزياء الكم لهندسه لا تبديليه حسب راي إيلين كول، ان اصلا مبدا هايزنبرغ وعلاقات لا تبديل تنبع وتنبثق من اطار هندسي لا تبديل، الى اي مدى توافقون راي إيلين كول؟ طبعا السؤال موجه لدكتور هشام دكتور عمار لحد ما معلش والله اعاده قراءه السؤال لانه ما استوعب هو اعيد قراءه السؤال. نعم اذا تحت امرك يا دكتور تحت امرك خليك تحت امرك. يعتبر جبر هايزنبرغ او ما يقابله من فضاء الطور الكمومي اول مثال تاريخي قدمته فيزياء الكم لهندسه لا تبديليه، وبيتكلم هنا عن الهندسه لا تبديليه حسب راي إيلين كول بالانجليزي، يحكونا بالانجليزي بعض المصطلحات انجلش شو هي هندسه ايش هاي لا تبديليه. لا تبديليه يعني لي الجبر كومبيتيتيف يعني نون كومبيتيتيف يس جيومتري يس لي الجبر ان اصل مبدا هايزنبرغ وعلاقات لا تبديل تنبع وتنبثق من اطار هندسي لا تبديلي، الى اي مدى توافقون راي إيلين كول؟ والله انا ما عندي اجابه يعني واضحه لكن على هذا السؤال، لكن انا يعني نعم انه الحين احنا بنعرف انه الكوانتم ميكانكس كله يقوم على الكوميتيشن الكوميتيتر كوميتيشن ريليشنز علاقات التبادليه يعني على لي الجبر، يعني احنا بنعرف انه تعم يعني لي انه كل جبر الكوانتم ميكانكس هو ينتمي الى لي الجبر الى جبر لي اللي هو نون كوميوتاتيف يعني في الكوميتيشن ريليشنز لا تساوي زيرو. ومبدا هايزنبرغ ينبع من الكوميتيشن ريليشن، يعني مبدا هايزنبرغ بدقه ينبع من الكوميتيشن ريليشن بغض النظر عن هاي الكوميتيشن ريليشن بين مومنتوم والبوزيشن بين الكرييشن
operator, annihilation operator, أي two incompatible parameters بطيعوا الكوميتيشن ريليشن. فالجواب بده يكون نعم يعني لهذا السؤال حسب ما فهمته من السؤال. نعم يعني اتفق مع هذا الطرح على اعتبار انه لي الجبرا بتعرف هدول الرياضيين دائما بيعمموا كثير، الفيزيائيين بتوهوا في تعميماتهم للرياضيين، لكن نعم لي الجبرا اللي هي جبر ميكانيكس جزء منها تؤدي الى الهايزنبرغ انسرتينتي ريليشنز بصوره معممه جدا. هاي انا يعني اجابتي ارجو انها تكون يعني شافيه. هل من فضلك الاخ عصام يعني تعيد السؤال يعني لانه انقطعت النت، شكله النت مش عاوزتني اني اجاوب اليوم خالص. عندك مشكله دكتور محمد في النت، لو تحاول تاخذ باكج افضل. والله العلي العظيم انا عندي احسن باكج في الجزائر، والله العلي العظيم انا حلفت. يعني ما اعرفش المشكله فين، هل هي في الموقع اللي انا فيه؟ ما اعرفش ما هي الموضوع يعني. ححاول بكره اشتري شيء اخر اجربه، ولكن والله العلي العظيم احنا عندنا شيء اسمه جيزي، عندنا تتقدم اعلى باكج 40 جيجا بايت للشهر، هذا هو اللي قاعد استخدمه. كان عادي بعد الانتخابات الجزائريه الدستور نعم او لا حصل تشويشات واصبحنا في الوضع الحالي. كان في لما الواحد كان في كندا كان ما شاء الله، الان نحن في المهم. معلش انت في الدول العربيه دكتور محمد، جينا زياره فحصلنا يعني. تفضل يعني اعطينا اعيد السؤال. السؤال كان بيقول يعتبر جبر هايزنبرغ او ما يقابله من فضاء الطور الكمومي اول مثال تاريخي قدمته فيزياء الكم لهندسه لا تبليه حسب راي الكول. البدايه هل الصوت مسموع الان ولا لا؟ تمام تفضل. يعني انت لو تلاحظ كما شرحت للاخ عبد العزيز البرغوثي المعنى الهندسي لما يسمى مبدا هايزنبرغ في فضاء الطور، انه لما تعمل اكس بدلاله بي فهناك عندك دلتا اكس دلتا بي، فهناك يعني خلايا، هذه الخلايا يعني يصبح الفيز سبيس يتكون من خلايا اصغر مسافه منها هي اتش بار على 2، ولكن هذا في فضاء يعني أصبح فضاء الزخم ليس فيه أصغر شيء هي نقطة، بل أصغر شيء فيه هو خلية طولها H بار على 2، ولكن في فضاء الطور. فتساءل هايزنبرغ وبعده ألين كون ماذا قال؟ تصور في الفضاء الحقيقي ليس في فضاء الطور أن هناك يعني مبدأ غير تبادل ما بين إحداثيات الفضاء، يعني في مكان تكتب X بدلالة P تكتب X بدلالة Y، فتصبح عندك علاقة غير تبديلية ما بين دلتا X ودلتا Y، يعني تصبح دلتا X في دلتا Y أكبر أو تساوي من تيتا على 2، سموا متغير آخر اسمه تيتا على 2، فأصبح التأسيس للهندسة غير تبديلية، لأنك أنت الموضوع تاع هايزنبرغ برينسيبل اللي كان فيما يسمى مبدأ اللي في فضاء الطور حولته أنت في الفضاء الحقيقي، فأصبح عندك يعني هندسة غير تبديلية، وما يسمى أصغر مسافة اللي هي H بار على 2 بدلها بمغير آخر هي تيتا على 2، ثم عممها على سبيس تايم. يعني لو تشوفوا السبوره هو عمل ماذا؟ كان عندك في هايزنبرغ برينسيبل اكس دلتا بي، وهذه هي دلتا اكس، وهذه في دلتا بي، هذه ما يسمى تيتا على 2 اتش بار على 2. صوت واضح الان ولا لا؟ واضح واضح. تيتا على 2 الان ماذا قال؟ قال هذا في فضاء الطور. الان لو نبدله بالفضاء الحقيقي، الفضاء الحقيقي تصبح X بدلالة Y، فتصبح دلتا X دلتا Y أكبر من هذه سماها تيتا على 2، فيصبح المبدأ دلتا X دلتا Y أكبر أو تساوي من تيتا على 2، فلم تصبح عندك X Y هنا أعداد، أصبح عندك X Y هنا مصفوفات، لأنه أصبح عندك X مضروب في Y لا يساوي Y في X، فأنت أسست إلى هندسة غير تبديلية ما بين الإحداثيات، وأصبحت الإحداثيات هنا عبارة عن مصفوفات مؤثرات غير تبديلية، وهذه فكرة ألين كون. ولكن طيطة هنا
ما هي قيمته؟ قيمة غير محددة على حسب النظرية. ففي string theory يعتبر ثيتا معين، في ما يسمى loop quantum gravity ثيتا معين، ولكن ماذا يعبر؟ يعبر على discreteness، يعني عدم استمرارية space. بعدين لما عمموا ما يسمى آلين كون على space time، لأنه هنا عندنا x و y اللي هما two dimensional هنا في space، لما نروح space time ماذا تصبح؟ في space time تصبح يعني عندك x mu اللي هو ال four coordinates مضروبة في ال x nu، هذا التبديل يساوي i theta اللي هو تعميم لما يسمى ال x p تساوي i h bar. فبالتالي هذه هي علاقة آلين كون التي بدأت بها، ولكن فيها مشكلة أنه لما تعوض أحد ما يسمى الـ X0، والـ X0 هو الطايم، فتصبح عندك يعني مشكلة أنه الطايم أيضا يعني مع Space does not commute، فتصبح عندك أنه non-commutative geometry اللي أسسها آلين كون تكسر مبدأ السببية، وبالتالي بعض الناس مخالف للنون كوميتاتيف جيومتري. هذا هو التأسيس تاع آلين كون، حول الموضوع من الفيس سبيس الى يعني الفضاء العادي، فأسس الى النون كوميتاتيف جيومتري والامورات هذه. هذا هو يعني الكوميتاتيف جيومتري. شكرا دكتور محمد على هذا الشرح الجميل. دكتور محمد، هذا الطرح الجميل، هاي تعقيب من الدكتور عمار او دكتور هشام. لا اطرح السؤال اللي بعد كده يا عصام. انا لا انا اكتفيت باجابتي، لكن هي نون كوميوتاتيف جيومتري اللي هو موضوع انا بعرف فيه، فبالتالي يعني ما عندي تعليق، وشكرا للدكتور محمد على هذه الاضافه. عفوا استاذ. اخر سؤال زلاست كويستشن عندنا النهارده، اللي هو هل نحن حقا بحاجه الى تعميم علاقات هايزنبرغ لمسح مجالات الفيزياء المعاصرة وحل مشاكلها، فيزياء بطول أصغري مثلا، والتخلص من مفهوم النقطة اللي هي طبعا مشكلة كبيرة جدا عندنا في الجاذبية الكمومية؟ ده آخر سؤال عندنا. حكينا فيها سؤال تقريبا دكتور عمار. حكى فيه تكلمنا فيه. فيه جي يو بي، بسموه الجي يو بي جنرالز generalization لل uncertainty principle. نعم، وفي بالرتب انا بطلب منك طلب خاص دكتور عمار، ان الوثائق بحضرتك في بدايه اللقاء. ايوه يعني انا هخليها يبعتها لنا يعني منشوره، عشان منشوره عندنا في على النادي. ماشي، حاضر. اطرح سؤال من الجمهور يا عصام، في سؤال من الجمهور اطرحه ولا نستكشف هذا؟ لا نبتدي ناخد كده أسئلة من الجمهور بقى. تمام. ودكتور محمد تخرج برضه سؤال، مش عارف ده موجود. سؤال من الأستاذ عبد الرحمن محمد، كيف يمكنني التحويل بين جبر براكت إلى جبر المبدلات أو المبدلات؟ هقول السؤال تاني. هو انا بيتكلم على براكت بواسون، لما تحول الكوميتو. اتفضل يا عصام. اجاوب ولا اتفضل يا دكتور محمد. لا فقط هو يعني ما اعرفش اذا ما هي الباك جراوند تاع الاخ الكريم. السؤال، الصوت مسموع ولا لا؟ مسموع. سامعينك. يعني هناك طريقة، دائما نحن عندنا two ways of quantization، طريقتين للتكميم. عندنا التكميم القانوني canonical quantization، وعنده خوارزميات معينة، وعندنا path integral time and path integral، وعنده خوارزميات معينة. فيما يخص التكميم القانوني اللي هو الكانونيكال كوانتايزيشن، عندنا البدايات تختلف. ممكن تبدا من لاجرانجيان، ممكن تبدا من هاملتونيان، ممكن تبدا من هاملتونيان جاكوبي فورماليزم، ممكن تبدا من البواسون براكت يعني وتروح. لو يعني تروح من البواسون براكت تكتب ما يسمى الديناميكال كلاسيكال ديناميكال فاريبلز اللي هما الاكس والبي
وعموما نكتبهم الكيو والكيون دوت اللي هما بدلات جنرال كوردينيتس، بعدين يعني نكتب ما يسمى يعني البواسون براكتس ما بين هذه الديناميكال فاريبل عن طريق علاقة معينة. لما تكمل تعمل ما يسمى إيزومورفيزم، يعني ما بين جبر ما يسمى البواسون براكتس وجبر المبدلات عن طريق كما قلت الانتقال هو الإيزومورفيزم، فتروح من البواسون براكت إلى ما يسمى المبدلات عن طريق واحد على اي اتش بار المبدلات بتاع ما يسمى الديناميكال فاريبلز اللي هما الاكس والبي. هذه الاجابه لان السؤال يعني كانه متخصص فجاوبت بالطريقه. في واحد عصام رافع ايديه، افتح له المايك ده اخر حاجه. تفضل. اخر حاجه هنطرحها في اللقاء ان شاء الله. تفضل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. اهلين. سؤالي كيف حالك دكتور هشام؟ يعطيك العافيه. مرحبا. هلا. الله يسعدك. سؤالي موجه لك والله. هل هناك علاقه بين الموجه الميكانيكيه الرياضيه وقفزه الكم التي قال عنها نيلز بور انها تحدث لحظيا؟ الموجة مثلا الموجة الميكانيكية مثل موجات الماء والموجات الصوت؟ لا، الموجة الرياضية يعني. الموجة الرياضية. الموجة الرياضية أو الموجة الاحتمالية. موجة الاحتمالات يعني. عفوا السؤال بس مشان يكون واضح، هل في علاقة بين أنت سميتها الموجة الرياضية؟ نعم، الموجة الرياضية الاحتمالية. الاحتمالية والقفزات الكوانتو ميكانيكال. نعم، التي تحدث لحظيا. ما في القفزات هو هاي. لا، أنا يعني أعتقد أنه ما في علاقة يعني. هذه الوثبة اللي بيسموها الوثبة الكوانتمية، هذه شيء كان يعني خاص بالكوانتو ميكانيكس، وحتى الآن يعني الناس ما بيشعروا براحة معاها يعني. نعم. هذه الوثبة اللي تسميتها لحظية حتى ما نعرفش كأنها خارج الوثبة، خارج المكان والزمان كان يعني. الكوانتوم جامب هذه هو اللي اعترض عليها شرودنجر أصلا، ولكن أصر عليها مثلا نيلز بور. هذه منشوفها أيضا إنه الموجة شرودنجر لما تجري عملية القياس رأسا لحظيا من كل أنحاء الكون تنهار برضو. فلا يعني هون أنا عندي شغلتين مختلفتين تماما يعني. بعرفش إذا هذا بجاوب على سؤالك، بس يعني شغلتين مختلفتين تماما يعني. هذيك الوثبة اللي بنحكي عنها خارج إطار المعادلات المعتادة، خارج إطار الويف إكويجنز، خارج إطار حتى الشرودنجر إكويجن. هي عملية قفزة اعتبار مش اعتباطية، وإنما عشوائية في الواقع، قفزة عشوائية من أرضية، من أرضية مفهومة ومن أرضية سموذ إلى وضع مختلف، إلى عالم آخر كأنه. فلا أنا بعتقد إنه يعني ما في علاقة بيناتهم، إلا إذا كان في ذهنك إشي معين غير عن اللي أنا جاوبت. يعني إذا بتحب توضح الشيء اللي في ذهنك قد يكون يعني. وضح لي بالله عباس شو بالضبط في ذهنك. والله أنا شخصيا يعني كنت بتخيل الإلكترون أنه كموجة احتمالات موجودة بكامل الذرة، فعندما يتم لما يضرب فوتون أنا بتخيل أنه هي مثل عملية الرصد، بنتقل من مكان لمكان كأنها عملية رصد. لا لا لا، هون في حالة الإلكترون يطيع معادلة شرودنجر اللي هي طبعا يعني معادلة احتمالية، بمعنى انه الدالة الموجية هي عبارة عن فضاء من الاحتمالات. الان هذه مفهومة كيف تتطور مع الزمن، وهذه يعني سموث كونتينيوس الى اخره، عارف كيف يعني، متصلة وديترمينستك حتى يعني محددة بالنسبة للساي فانكشن. المشكلة وين تيجي؟ إنه لما يدخل على الخط تفاعل قياسي، يعني أنواع معينة من التفاعلات لما تدخل على الخط
تصير هذه القفزات اللي ما بنعرف نفسرها تماما، القفزات الكمية أو الكوانتمية، وبالذات إنه عندك الويف فانكشن اللي هو بيمتد في كل الفضاء في كل المكان، بيصير في انهيار لحظي. هذه سببت إشكال كبير، ما زالت تسبب إشكال، وطبعا ابتكروا في أكثر من طريقة مشان التغلب على أصلاً إيفرت نفسه في بالخمسينيات لما طلع المانيوالز انتربريتيشن للتغلب على هذه المشكلة. يعني لم يستسيغوا هذه الفكرة، كيف بكون عندي أنا انهيار لحظي للموجة فجأة في فاليو معين، انهيار لحظي لكل الموجة، هذا اللي بسموه الكوانتم جامب. طبعا بور أكد على أنه لا مفر من الكوانتم جامب. أيضا لما ينتقل من طاقة للتانية ذرة الهيدروجين لإلكترون، برضو يعني هذا الانتقال يكون لحظيا، نعم يعني، أو على الأقل بدخلش الزمن فيه. كيف؟ فهذه أنا بعتقد إنها معضلة ما زالت موجودة، وفي محاولات للتغلب عليها، ولكن معضلة ما زالت موجودة. معادلة شرودنجر ما عليها غبار، معادلة موجية صحيح للاحتمالات، ولكن هي معادلة موجية مرتبة مالسة، خلينا نسميها سموث، متصلة continuous deterministic، ما في عليها مشكلة، يعني تشبه حتى معادلات الفيزياء الكلاسيكية. بس وين تيجي المشكلة؟ لما يدخل على الخط measurement، لما يدخل على الخط القياس، هون بدنا ننتقل خارج إطار معادلة شرودنجر لإشي تاني non-linear، حتى غير خطي، ما بنفهمه تماما. وفي عندي بيصير هذا الكولابس الرهيب اللي هو كولابس لحظي، انهيار لحظي في الويف فانكشن. يعني وكأنه لدينا نظرية في الكوانتوم ميكانيكس، لدينا يعني حالة مختلفة اللي هي لما يدخل القياس على الخط، واللي هي إنه ما إلها نظرية، يعني كأنه عندنا نظرية ولا نظرية في آن واحد في الكوانتوم ميكانيكس. معرفش إذا بجاوب على. شكرا لك دكتور هشام. دكتور عمار لو عندك إضافة. دكتور محمد برضه. أنا فهمت السؤال على النحو التالي، بعرفش إذا كان فهمي صحيح. الكوانتم جاب from state to state، يعني state واحد to state اثنين مثلا. معروف إنه بالكوانتم ميكانيكس أو لما نحل شرودنجر إيكويشن كل ستيت إلها ويف فانكشن، يعني احكي عن الدكتور. نعم، فلما نحكي عن ستيت ان ايكوال 1 إلها مثلا ويف فانكشن، ان ايكوال 2 انذر ويف فانكشن، وهكذا. فبالتالي كل واحد، نعم، في على كل واحد كل ستيت إلها its own wave function، لكن بيجي بعدين السوبر بوزيشن برينسيبل بيجمعهم مع بعض، لكن عندك أكثر من ستيت في هيلبرت سبيس، لكن بشكل عام كل ستيت إلها its own wave function. معش فهمي للسؤال هيك، ما أدري. طيب كده سؤال الانتقال يعني لما يصير في قفزة، يعني تنتقل مثلا، أنا اللي فهمت، من ستيت لستيت، أو تجري عملية قياس مثلا عن طريق فوتونات أو غير الفوتونات، عملية قياس، ماذا يحصل؟ هون بيصير في interruption لمعادلة شرودنجر. معادلة شرودنجر بتكون ماشية، العملية هذا التفاعل بين الميجرمنت وبين السيستم اللي أنت بتبحث فيه خارج إطار معادلة شرودنجر، يخرج عن إطار linear equation تبع شرودنجر، وكأنه بحكمه إشي مختلف عن معادلة شرودنجر. فهذه مشكلة طبعا بالكوبنهاجن انتربريتيشن، لذلك حاول إيفرت يطلع من المشكلة. هاي أظن دكتور عمار اللي عناه. الفكرة الكوانتم جامب حسب مفهوم شرودنجر آني، ما إله زمن، لكن حقيقة في بعض الدراسات الحديثة تم قياس الميد وي جامب، يعني الكوانتم ستيت فروم ستيت 1 تو ستيت 2 تم قياس فارق زمني، وهي عمل مشكله ونشرت، ناقشناها المره الماضيه، وهناك بحث نشر في النيشر بيحكي عن الكوانتم جامب وميد وي ميجرمنتس، وهي عامل اشكاليه الان في قضيه انه الانتقال من ستيت ستيت مش انيا. والبحث بعت لك، يعني ناقشناه المره الماضيه، اذا يعني
لا ممكن دكتور عمار يبقى في مناقشه بعد كده لان طرحت عليك. لا بس انا بحب انوه ان الحلقه القادمه او اللقاء القادم نتكلم عن الانترفيشنز كلها بتاع الكوانتم ميكانكس في كل المدارس المختلفه بتاعتها، فده هيبقى مخصصين ليه لقاء نتكلم طبعا فيه في الكوليبس ونتكلم فيه في الالكترون جامب كل حاجه. فاحنا بحب اوضح للناس المتابعين والمشاهدين لينا ان اللقاء القادم ان شاء الله نتكلم عن التفسيرات ميكانيكا الكم. دكتور محمد اكرم انت سامعني؟ سامعك سامعك. لو لك اضافه على السؤال الاستاذ عباس. انا بسال عن الاساتذه يعني والحمد لله يعني شكرا للاساتذه. شكرا شكرا. طيب نشكر دكتور هشام على الاطلاله الجميله. نشكر دكتور هشام جدا جدا نكتب الدكتور عمار بالطبع يعني مجهوداته، وطبعا الدكتور محمد اكرم صديقنا الغالي المبدع، ويعني نتمنى له يعني ازدياد يعني افكاره تبقى يعني تبقى احسن. يعني هو ما شاء الله عليه يعني لما بيشرح بالتفصيل والتفصيل بيبقى جميل جدا يعني. دكتور محمد اكرم وشكرا لكم جميعا وللساده الضيوف. أحب طبعاً أقدم اعتذار باسم الدكتور معتز إمام ما قدرش يحضر معنا لارتباطاته بشغل ومحاضرات طبعاً هو في أمريكا، وطبعاً التوقيت ما تطابقش. كمان دكتور محمد حاج وهو أحد المؤسسين معنا لنادي الفيزياء النظرية لأنه هو خرج وما قدرش يرجع بسبب انقطاع الإنترنت، والبشمهندس محمد السيد النشاشي اللي هو ما كانش موجود معانا، وطبعا استاذ حسين الخالدي احد المؤسسين معانا للنادي، وطبعا كل سنه وانتم طيبين وكده ننهي اللقاء بتاعنا. وبرضه بنعتذر للدكتور باديس، برضه دكتور باديس بنعتذر انه ما حضرش عنده ظروف صحيه ممكن، فان شاء الله يبقى اللقاء قادم ان شاء الله معانا. هنحاول يبقى موجود معانا في الانتربريتيشن لان الدكتور باديس طبعا له رؤيه عظيمه جدا في الموضوع ده. شكرا لكم جميعا، شكرا لك دكتور هشام، شكرا لك دكتور عمار، شكرا لك دكتور محمد. شكرا جميعا. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. اهلين. يعطيك العافيه. اهلين. باي باي. باي مع السلامه. السلام. باي باي. السلام.